ما فيش تجويد، ما فيش لخبطه، يبقى الشكل معقول حتى لو مش احسن حاجه. ما هي الكوره. النهاردة منتخبنا طلع بثلاث نقط، صحيح ما اطمناش قوي على الأداء ولا مستقبل المنتخب، بس أول ثلاث نقط مهمين. هدف صلاح اللي بيرجع بيه للتهديف مع المنتخب، عودة السولية ولمساته الحاسمة، أداء عمر كمال اللي طمنا شوية بعد ضربة أكرم توفيق. مكاسب كلها للمنتخب النهاردة، بس المكسب الأهم إن كروش فهم إن الكورة أسهل من إن يبقى فيها مبالغات. ندعم ونساند زي ما بنزعل وننتقد، المهم ان المنتخب يكمل طريقه ان شاء الله للنهائي. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10، والحمد لله اول ثلاث نقاط لمنتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه 2022، واول هدف في هذه البطوله لمنتخبنا الوطني يسجله محمد صلاح نجمنا الاول في منتخب مصر، نجم الكره المصريه بشكل عام. النهارده الاداء ما كانش حلو قوي، النهارده الاداء ما يفرحش، ما يسعدش قوي، رغم ان احنا ضيعنا فرص بالجمله، ثلاث كرات في القايم، لو جم الثلاث كرات في القايم دول كنا هنقول الاداء رائع، بس برضو الاداء مش حلو قوي، مش يبسط يعني، يضايق، يخوف، يقلق. احنا شفنا اللحظات الاخيره والهدف اللي الفار تدخل والغاه للمنتخب الغيني، كانت الامور تعقدت وكانت الامور يبقى فيها ازمه. لا نحسم بدري بدري من اول 10 دقائق، تك تك نسجل هدف واثنين وثلاثه، خاصه لو المنافس اللي انت بتلعب قدامه منافس سهل. طيب نطلع بالمباراه دي بايه مكاسب؟ اقول لكم اول حاجه، النهارده كيروش فاجئني وفاجئ الكثير من الناس، يعني انه ما ألفش، ما جودش، ما اخترعش. الكوره سهله، الكوره سهله، العب بتشكيله مفهومه، العب بمراكز لاعبين معروفه، مش محتاجه تجويد. صلاح وانت مغمض هتلعبه جناح، هيتألق ويبدع من اول لمسه كره في القايم في المكان ده. مصطفى محمد مهاجم وهدد المرمى حتى لو مش بكرات خطيره، ولكن كان بيسدد وكان بيروح وكان بيعمل قلق. مرموش على الشمال جيد، عبد الله السعيد صانع العاب مفهومه، اتنين في النص النني وعمرو السوليه حاجه عظيمه، وعوده عمرو السوليه مكسب كبير لمنتخب مصر. عمرو السوليه مستو ان هو لاعب رائع جدا ومهم جدا في منتخب مصر، والاهم ان كروش بيثق فيه جدا، وهو عارف الثقه الكبيره من كروش ليه، فبيخليه كمان يدي مستوى اكبر كمان من المستوى العادي الرائع اللي هو بيقدمه اصلا. فدي او في دي نقطه مهمه جدا. خط الدفاع النهارده ايمن عمل مباراه كبيره، حجازي والونش مباراه كبيره، بس عمر كمال عبد الواحد طمنا وريحنا وخلانا نبقى يعني حاطين في بطننا شويه يعني او بطيخه صيفي، انه هيقدر يعوض غياب أكرم توفيق الصدمة الكبيرة لينا بسبب الرباط الصليبي وربنا يشفيه. عمل مباراة كبيرة في رأي عمر كمال عبد الواحد، هو كان أفضل لاعبي منتخب مصر النهاردة، عمل مباراة كبيرة جدا، وفرحت جدا إن الهدف ألغي عشان كان اللاعب عدى منه، بس طبعا عدى منه بفاول زي ما شفنا في الفار بعد كده، بس عمل مباراة كبيرة. وتقعد ترجع للمباراة اللي قبلها والواحد مش حابب يرجع لها بس مضطر يعني. وكيروش قبل ما ارجع للمباراه اللي قبلها، كيروش اهي ماشي، شوفوا المكسب، كيروش بيحيي الجماهير والجماهير تحييه، فاكرين المشهد بتاع المباراه الماضيه مباراه المنتخب النيجيري، خناقه
المكسب حلو بيريح، وهايل الجماهير المصرية النهاردة أنها تدعم كيروش، وهايل الموقف الرائع ده، وهايل المشهد ده، كل شيء رائع. هرجع لكم للمباراة الماضية وبعد كده هجي لكم على المشهد ده في حاجة عايز أتكلم فيها. المباراة الماضية مباراة المنتخب النيجيري، لما اتصاب أكرم توفيق نزل عبد المنعم وجنبه عمر كمال عبد الواحد اللي جربه في البطولة العربية، اللي بيلعب مع فيوتشر أساسي كباك رايت وخلاه على الدكة، ولاعب الراجل محمد عبد المنعم اللي اتظلم أو اللي اتخض أو اللي يعني صعب عليه جدا إنه يلعب في مركز الباك رايت قدام منتخب نيجيري قدام لاعبين رائعين جدا. الأمور سهلة. النهاردة ما ألفش، وأنا بالنسبة لي ده مكسب المباراة. أنا كنت قلقان إن كروش يعند ويلعب بنفس التشكيلة وبنفس الطريقة وبنفس التمركزات بتاعة اللاعبين في المباراة التانية اللي هي مباراة غينيا بيساو اللي اتلعبت النهاردة. كنت قلقان جدا، حتى لو كنا كسبناها بس كنت هقلق جدا إنه يعاند نفسه، يعاند نفسه. أنا شايف إن كروش ما بيعاندش حد، هو كروش مش شايفنا كلنا، مش شايف جهازه المعاون مع كامل الاحترام للموجودين، هو مش شايف اي حد غير اللي في دماغه، فبخاف يعند مع نفسه ويقرر يلعب بنفس التشكيله او بنفس الخطه، وده ما حصلش النهارده. فانا شايف ان ده اكبر مكاسب المباراه طبعا مع الثلاث نقاط دي. نقطه، النقطه المهمه جدا النهارده، في صوره انتشرت جدا في كل وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع مصري محترم وكاتب على ظهره انه عايز كيروش يمشي وانه عايز حسام حسن مدير فني المنتخب مصر. هو مسافر الكاميرون، مسافر ليه يعني؟ هو ده بالمشوار الكبير ده ليه؟ عشان في الاصل يدعم المنتخب. انا شفت له فيديو بعد كده بيعتذر فيه عن هذا الامر وقال ان هو ما كانش يقصد. هي الازمه فين؟ انا بس مش عايز امسك الراجل ده زي ما كتير من الناس سلخوه النهارده، عشان ده موقف كتير من المشجعين بيبقوا نفس المشهد. يعني في كتير من المشجعين يعجبهم اللقطه دي، بس ده الحال اللي احنا وصلنا له. احنا ساعات ما بنعرفش امتى ننتقد، امتى نهاجم، وامتى نساند. نساند مين؟ منتخب مصر. لا كيروش ولا حسام حسن، مع كامل الاحترام طبعا للتاريخ العظيم للكابتن حسام حسن كلاعب ومدرب، ولا حسام البدري ولا ايهاب جلال. احنا بنشجع منتخب بلدنا، منتخب مصر، ندعم للحظه الاخيره، نشوف المشهد هيوصل بينا لحد فين، وبعد كده كلنا نتكلم. كلنا اتنرفزنا واتضايقنا بعد المباراه الماضيه، مفيش واحد طلع قال لك لا لا بس كروش عمل مباراه محترمه، احنا حظنا كان وحش بس قدام المنتخب النيجيري. مفيش حد هيطلع يقول كده، هي صوره، هي كوره وباينه للجميع. بس احنا وسط البطوله، احنا لسه بنلعب، لسه في مباريات، لسه ما خرجناش اصلا. ممكن نوصل النهائي ان شاء الله، حتى لو انت شايف ان ده صعب عشان ادائنا ما يطمنش، بس ما هو باقي المنتخبات كلها ادائها ما يطمنش. لا السنغال هي السنغال، ولا الجزائر هي الجزائر، ولا المغرب هي المغرب حتى لو بتعدي بنقاط، ولا الكاميرون كاميرون، ولا اي منتخب في البطوله مبهر او مدهش او يخوف. كله سواسيه، كله في المستوى اللي في النص واللي تحت، ما فيش حد فارق عن باقي المنتخبات. فوارد ان نوصل النهائي، وارد ناخد بطوله ممكن. هتقول لي يا عم انت مش شايف اداء منتخبنا، هقول لك طب انت مش شايف اداء المنتخبات التانية. هي بس النقطه نصبر ونساند وندعم. مش بنساند وندعم يعني عشان احنا كيروش ده صاحبنا، اصل كيروش ده مثلا هناخده في لقاء بعد البطوله مثلا فاحنا متفقين معاه، فاحنا قلنا بقى نقول ايه كيروش عظيم. اصل لا، اصل كيروش ده مثلا بيدينا حاجه مثلا بناكل ونشرب معاه بالليل والصبح والظهر. مفيش حاجه تخلينا نجامل الجهاز الموجود لمنتخب مصر، بس احنا بندعم جهاز منتخب مصر مش الاسماء اللي فيه. ندعم جهاز فني المنتخب مصر وندعم اللاعبين مهما كانت اسمائهم، مهما كانت انتماءاتهم، مهما كان تيشيرتات فرقهم. احنا بندعم للاخر. ننتقد ونزعل لما الاداء يبقى وحش ونخسر لا قدر الله زي ما حصل قدام المنتخب النيجيري، بس نرجع تاني نقف في ظهر منتخبنا، في ظهر مصر، في ظهر عالمنا اللي بيترفع في البطولات الكبيره اللي زي دي بكل هدوء. انا زي ما قلت لكم مش عايز امسك في الراجل نفسه اللي انا ما اعرفوش واقول اصل ازاي تعمل كده وما كانش صح وما كانش عارف، وعلى فكره غير التيشيرت قبل ما يدخل المباراه، بس عشان ده توجه مجموعه من الناس انها تفكر بالطريقه دي، مش عايز امسكه هو لوحده واقول هو اللي غلطان وهو اللي عنده الماساه. بس ده نموذج للي احنا وصلنا له، ان احنا بقى عندنا مبالغات في الانتقاد وفي الهجوم وفي التكسير. انا اسف لهم كده، في التكسير نكسر كل حاجه.
طيب معانا عبر الهاتف سيد السفير الناشط دائما روعه، يعني واحد من المشاهد الرائعه في هذه البطوله مع منتخبنا ومع البعثه المصريه ومع كل الجماهير المصريه، هتلاقيه متواجد دائما سياده السفير مدحت المنيجي. يا فندم صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور وحاجه رائعه جدا مجهودك الكبير العظيم اللي احنا شايفينه كله. صباح الفل يا كابتن كريم، والف مبروك عليك وعلينا جميعا يا رب. الحمد لله هذا النصر اللي كنا محتاجينه جدا جدا، وربنا كلل جهود المنتخب بالنجاح الحمد لله. الجماهير المصريه، انا عارف ان انت قريب من الجماهير المصريه ومتابع الجاليه المصريه او الناس المسافره من هنا تتابع المباراه، شفتهم وهم زعلانين المباراه الماضيه واكيد شفتهم النهارده وهم مبسوطين. الحمد لله طبعا منظر يفرح ويشرح النفس، وانا دلوقتي في الطريق راجعين المطار مع اخر مجموعه من المتفرجين اللي قلنا من مصر، فاحنا دلوقتي اضطرينا للمطار علشان يستقلوا الطائره ويرجعوا بسلامه الله الى ارض الوطن. اكرم توفيق مراجع معاهم مظبوط؟ المفروض اكرم توفيق حالته ايه؟ كلمت معاه يا فندم؟ بس بيتهيألي يعني الجهاز الفني خد الاجراءات اللازمه عشان الكابتن اكرم يقابلنا في المطار باذن الله. طيب انا كمان عايز اسال حضرتك على الوضع الان بالنسبه للامور الامنيه في الكاميرون وفيما يخص منتخبنا الوطني، حابين نطمن ونتاكد ان منتخبنا في امان الحمد لله. لا الحمد لله، انا مش عايز حضرتك او الساده المشاهدين يقلقوا. احنا عندنا هنا نوع من الصراع ما بين الاقليه الانجلوفونيه والاغلبيه الفرنكوفونيه. الفرنكوفون بيشكلوا حوالي 80% من السكان، والانجلوفون حوالي 20%، وبيشعروا بانهم مهمشين. فبقالنا في هذا الوضع حوالي 5 سنين في صراع بين الطرفين في منطقه بعيده جدا جدا من اللي احنا فيها، هي بتعتبر في منطقه الغرب، شمال الغرب وجنوب الغرب تحديدا. ودايما في يعني نقدر نقول ان اكثر حد قريب من هذا هي المجموعه تقريبا السادسه اللي هي بتضم تونس وغامبيا وموريتانيا الى جانب الدوله الرابعه، معلش اسمها غير عني دلوقتي، موريتانيا. لا موريتانيا، فالحقيقه هي دي المجموعه اللي هي في منطقه بويا ومنطقه لينبي، وهي دي اللي هي قريبه من الصراع. ولكن الحقيقه انا تواصلت مع السفير التونسي اللي اكد ان هو الحمد لله كله تمام، وانه يثق تماما في التأمين الكاميروني للمباريات وكل شيء. فمنتخبنا بعيد، احنا زي ما حضرتك عارف الماتش الجاي ان شاء الله هنلعب في ياوندي مع السودان، وان شاء الله ياوندي طبعا العاصمه ومؤمنه تماما ومفيش اي مشكله، وبالفعل في دفعه مقدمه سبقت عشان اعداد لوصول المنتخب بتاعنا ان شاء الله. سمعنا ان الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري راجع بكره مظبوط؟ الحقيقه انا شخصيا ما عنديش خبر عن هذا الموضوع، لان انا كنت طول النهار كنت في التجهيز لعمليه الباصات والتاشيرات وما الى ذلك لتسهيل دخول الجماهير، فما قدرتش اروح معسكر او بمعنى اخر الفندق اللي فيه الباصه، وبالتالي ما اقدرش اقول لحضرتك اذا كان الكلام ده صحيح ولا لا، انا ما تابعتش هذه الجزئيه. عموما واضح من صوت حضرتك انك مجهد جدا جدا، الله يكون في العون يا فندم، فمش هطيل عليك. لا الحمد لله، كفايه ان احنا راجعين فرحانين. الحمد لله. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سيادة السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. نشط جدا، الواحد بيتابع اخباره زي ما بيتابع اخبار منتخبنا الوطني، مع كل خبر لمنتخبنا الوطني، بعثه مسافره، بعثه جماهيريه مسافره، اي ظروف ليها علاقه بالمنتخب، تسمع اسم سفير مدحت المليجي، ده دليل ان هو راجل متابع كويس جدا كل تحركات منتخبنا، وايضا الجماهير اللي بتسافر طول الوقت لمسانده منتخبنا الوطني في الكاميرون في كاس الامم الافريقيه، شيء رائع جدا. طيب عايز اقول لكم نتائج بطوله كاس الامم الافريقيه من يوم الخميس، احنا ما طلعناش مع احرائكم من يوم الخميس، فاقول لكم من يوم الخميس النتائج كانت عامله ازاي. الكاميرون فازت 4-1 على المنتخب الاثيوبي، ومنتخب الراس على فكره المباراه دي اثيوبيا تقدمت بهدف مبكر وبعد كده الكاميرون عقبتها ب4 اهداف. منتخب الراس الاخضر خسر 0-1،
والسنغال تعادلت 0-0 مع غينيا، المغرب فازت 2-0 على جزر القمر، وملاوي فازت 2-1 على زيمبابوي، الجابون تعادلت 1-1 امام غانا. منتخب النيجيري فاز 3-1 على المنتخب السوداني، والمنتخب السوداني عمل شوط اول محترم، ولكن فرق الخبرات والقوه والامكانيات كبيره لصالح المنتخب النيجيري. والمنتخب زي ما قلنا المنتخب المصري فاز النهارده على منتخب غينيا بيساو بهدف محمد صلاح. ده بالنسبه لنتائج المباريات، والوضع زي ما قلت لحضراتكم متساوي، القوه متساويه، مفيش منتخب فارق عن التاني بشكل او باخر، والامور معديه. طيب تعالوا نروح لترتيب المجموعات حتى هذه اللحظه نشوف فيها. المنتخب الكاميروني 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بعديه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني ب3 نقاط بنفس الرصيد منتخب الرأس الأخضر، وفي المركز الأخير المنتخب الأثيوبي بلا نقاط. المجموعة الثانية غينيا تتصدر المجموعة ب4 نقاط وبنفس الرصيد المنتخب السنغالي، بعد كده يجي منتخب ملاوي في المركز الثالث، وفي المركز الأخير منتخب زيمبابوي بلا نقاط، منتخب ملاوي ب3 نقاط. ده الموقف بالنسبة لأول مجموعتين، وما تحسش إن في مفاجآت، يعني ما فيش مفاجآت كبيرة في أول مجموعتين، والأمور قريبة قريبة، وزي ما قلت لكم ما فيش منتخب فارق. الكاميرون شوية يعني ها، بس فارق معاه طبعا اللعب على الارض واللعب وسط جماهيرها، فده الموقف. طيب نكمل المجموعات، والمجموعه الثالثه المغرب في صداره المجموعه ب6 نقاط، الجابون في المركز الثاني ب4 نقاط، غانا في المركز الثالث بنقطه واحده، وفي الاخر اخر المراكز منتخب جزر القمر بلا نقاط. ايضا المجموعه الرابعه فيها كلام كتير وكلام مهم جدا، تعالوا نشوف المجموعه الرابعه والموقف بالنسبه للمجموعه الرابعه. المجموعة الرابعة زي ما حضراتكم شايفين المنتخب النيجيري في المركز الأول ب6 نقاط، منتخبنا الوطني في المركز الثاني ب3 نقاط، منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث بنقطة واحدة بنفس الرصيد، المنتخب السوداني في المركز الأخير. طيب دول الموقف بالنسبة لأول 4 مجموعات، المجموعة الخامسة والمجموعة السادسة لسه ما خلصوش مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ده الوضع الحالي. طيب مباراه الاحد ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه هتكون كالتالي، جامبيا هتواجه مالي الساعه 3 ان شاء الله، منتخب ساحل العاج هيواجه سيراليون الساعه 6، وتونس وموريتانيا الساعه 6 ايضا، الجزائر وغينيا الاستوائيه الساعه 9 مساء. كاس رابطه الانديه المحترفه اللي هتستكمل مباراتها ايضا اليوم او يعني بعد ساعات ان شاء الله، فيوتشر هيواجه بيراميدز الساعه 2:30 مساء، الاتحاد السكندري هيواجه المصري البورسعيدي مواجهه كلاسيكيه قويه جدا الساعه 5 مساء، ومصر المقاصه هيواجه فريق ايستن كومباني الساعه 5 مساء ايضا. ده بالنسبه للمباريات. طيب محمد صلاح النهارده فاز بجائزه رجل مباراه مصر وغينيا بيساو، يستحق، عمل مجهود كبير جدا ورائع جدا كعاده محمد صلاح، ودايما محمد صلاح في المشهد قائد رائع، لعيب كبير، لعيب مميز، كل اللاعبين بيبحثوا عنه في ارض الملعب، والنهارده عجبني جدا محمد صلاح انه رد على التعليقات اللي من نوعيه ايه، محمد صلاح مش قائد، ما عندوش شخصيه القائد، لما الحكم بياخد قرار ضد منتخب مصر مش بيجري على الحكم بصفته قائد يتكلم معاه او خلافه. النهارده صلاح في المشهد في كل كوره، في كل كوره صلاح بشخصيته بامكانياته بشهرته العالميه كان موجود في كل القرارات التحكيميه اللي كانت مثيره للجدل النهارده، وكان واقف بيتكلم مع الحكم، واقف مع يتكلم مع زمايله، بيتحرك يمين بيتحرك شمال، اجريسيف في اللعب، كل شيء بالنسبه لمحمد صلاح كان رائع جدا. مش عارف ساعات ببقى حاسس ان انا مكسوف وانا بحاول ايه اسبورت او ادعم محمد صلاح، يعني بتاع ايه يعني؟ ما هو برضه يعني محمد صلاح اكيد مش محتاج دعم، اكيد محمد صلاح مش محتاج دعم، في حاجات كده ما بتبقاش فاهمها اللي يخلينا نضطر اصلا نقف نقول يا جماعه لا محمد صلاح كويس، محمد صلاح حلو، محمد صلاح جميل، ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ طيب
لتحليل هذه المواجهة، مواجهة منتخبنا الوطني ومنتخب غينيا بيساو، معانا واحد من أهم المدربين الأجانب اللي جم دربوا في الدوري المصري وفي الكرة المصرية، جورفان فييرا المدير الفني البرتغالي الأسبق لنادي الزمالك. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. مساء الخير من هنا، لأننا لازلنا في المساء، لذا أقول لكم مساء الخير. حسنا، يسعدني أن أكون هنا معكم مع التلفزيون المصري لنتحدث عن أصدقائي في مصر. أنا دائما أسعد حين أتواصل مع الشعب المصري والصحافة المصرية واللاعبين المصريين، وكل شخص مصري أكن له كل الاحترام والتقدير. ونحن أيضا نكن لحضرتك كل الاحترام والتقدير، مدرب كبير ومدرب محترم، ذكرياتنا معاك ذكريات رائعة جدا، كنت مدرب رائع جدا مع نادي الزمالك ومع كل الفرق اللي اشتغلت معها في الدوري المصري. سؤالي لحضرتك، هل تابعت اليوم مواجهة منتخبنا الوطني المنتخب المصري أمام منتخب غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية؟ أولا أريد أن أقول لك أنني أتابع كل المنافسات كل يوم، أشاهد كل المباريات، لأن بالطبع مصر هامة ولها مكانة خاصة في نفسي، وأنا أحاول أن أتابع جميع المباريات. تابعت المباراة الأولى واليوم المباراة الثانية مع غينيا بيساو. من وجهة نظري مصر هي دولة والفريق المصري دائما مؤهلا للعب المباراة النهائية، هذه وجهة نظري. وبشكل مختصر، الأداء المصري لم يكن جيدا بشكل كبير، وبصفة خاصة الدفاع، وكان كنا نتوقع أكثر من الفريق المصري، كان الفريق أكثر دفاعية، وأيضا كان فريق غينيا بيساو أكثر تنظيما من وجهة نظري. ماذا كان ينقص منتخبنا الوطني المنتخب المصري في مباراة اليوم من وجهة نظرك، وأيضا ماذا ينقصه من أول البطولة تحديدا كمان مباراة المنتخب النيجيري؟ نقاط. أنا لست هنا لكي أنتقد أو لكي أقول أشياء ضد أي شخص. أنا أتحدث كتقني أو كفني، وسأذكر لك ثلاثة أو أربع نقاط من وجهة نظري كانت هي نقاط مهمة تبين لماذا لم يكن لمصر نتائج أفضل اليوم. زي إيه النقاط دي؟ حسنا، النقطة الأولى لاحظت أن الفريق القومي المصري يقوم بارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبها مع نيجيريا حين كان يلعب مع نيجيريا. كان هناك ضغوط تمارس على غينيا بيساو كما كان مع نيجيريا، كان هناك مساحات، وكان حين يحاولون اللعب فإن الفريق المنافس يكون مقترب جدا، وبالتالي يقومون بلعب كور كرات طويلة ويحاولون أن يستكشفوا ويتفوقوا في مجال السرعة. كانوا يستغرقون وقتا طويلا، وفي مسألة النقلات الكروية كانوا يستغرقون كثير من الوقت، ولهذا فإنهم كانوا يمنحون فرصة لدفاع غينيا بيساو لصد الهجمات. المباراة من المباراة الماضية من مباراة المنتخب النيجيري وأيضا هذه المباراة يتعرض كيروش لانتقادات عدة، رأيك إيه في كارلوس كيروش، وهل هو فعلا أخفق في مباراة المنتخب النيجيري، وهل اليوم أيضا لم يجيد في مباراة المنتخب الغيني؟ أنا مدرب كرة أيضا،
من السهل جدا أن تنتقد حين تكون مشجعا أو أن تكون صحفيا، لأن هذا أمر طبيعي، ولكن كل المدربين لا يجب انتقادهم من قبل زملائهم. كل مدرب له اختياراته تبعا لوجهة نظره ورأيه وعقليته وكيف يرى المنافس. أحيانا يكون هذا مجديا وأحيانا لا يكون مجديا. لا أستطيع أن أقول شيئا عن كارلوس كيروش، وهذا قد يكون غير مهذبا أن أقول شيئا عنه. ليس هذا شيئا جيدا، لأنني لا أريد أن أكون في هذه المكان اليوم وأن يقال أن هناك مدربا آخر ينتقده. بعيدا عن الانتقاد، أي الأمور الإيجابية تراها في كارلوس كيروش كمدير فني كبير لمنتخب مصر؟ حسنا، إنه مدرب له خبرة كبيرة وعريقة وقد أثبت ذلك. ولقد ليس الأمر ليس سهلا أن تكون مدربا لفريق كبير. ليس الأمر سهلا. يمكن أن يستمر ويثبت أنه مؤهلا لهذا، وقبل ذلك هو لعب كمدرب لفرق قومية، وبعد ذلك ذهب لكولومبيا ولم يكن الأداء جيدا، ولكن هذا لا يعني أنه ليس جيد. هو الآن مع الفريق القومي المصري، لديها الكثير من النقاط الإيجابية، ولديه خبرة، ولديه استعداد جيد، ويستطيع التعامل مع اللاعبين، وهو قائد جيد، ولكن أحيانا لا تسير الأمور بشكل جيد. هذا يحدث كل يوم وكل وقت. طيب، على ضوء متابعتك للمنتخبات في كأس الأمم الأفريقية، أي المنتخبات بعد أول جولتين تراها هي الأفضل في هذه البطولة؟ حسنا، كما تعلم إذا ما كنا نتابع كأس الأمم الأفريقية، فإننا نعلم جيدا أن الدولة التي تنظم البطولة دائما ما تتأهل لنهاية المنافسة. وإذا ما عدنا للمنافسات السابقة، نستطيع أن نرى في مرات عديدة أن الدولة التي تنظم البطولة فإنها تكون هي البطل، وهذا ما يحدث مع الكاميرون على سبيل المثال. حقق انتصاران، وكان الانتصار الأول صعب، وكان الانتصار الثاني غير مريح. وأعتقد أيضا أن نيجيريا تلعب بشكل جيد ويلعبون كرة قدم جيدة. والمغرب أيضا، وقد يكون الأمر مدهشا للكثير من الفرق مثل بوركينا فاسو وربما السنغال. هم لا يؤدون بشكل جيد. أيضا السنغال، إذا ما كنا نتابع المنافسة، فإننا نستطيع أن نقول أن السنغال لا تلعب بشكل جيد. الجزائر وأيضا النتائج لم تكن جيدة بالنسبة للجزائر، ولكن دائما الجزائر مرشحة لاحتلال مراكز متقدمة. ولا يمكن علينا أن نتابع ونرى أن هناك المزيد من المباريات التي ستلعب وقد تتغير المواقف. هل تفهمني؟ محمد صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، جائزة تعلن بعد غد الاثنين. هل تتوقع فوز محمد صلاح في منافسة قوية جدا مع ليونيل ميسي طبعا وروبرت ليفاندوفسكي؟ حسنا، محمد صلاح لاعب رائع و لديه قدرات وإمكانيات رائعة كلاعب، وهو يستطيع اللعب بشكل رائع في الملعب،
وهو يستطيع أن يسدد كرات في الهدف بفارق سنتيمترات بسيطة، ودائما لعبه مثير جدا. وأعتقد أن صلاح ليس مختلفا عن ميسي أو رونالدو أو ليفاندوفسكي، فقط ليفاندوفسكي من وجهة نظري لديه أداء رائع جدا في العام الماضي. صلاح أيضا يعتبر أحد الهدافين في الدوري الإنجليزي، وأتمنى أنه يفوز بهذه الجائزة لأنه يستحقها، هو عمل كثيرا من أجل ذلك، وسوف يكون الشعب المصري فخورا جدا به، وهذه ستكون هدية جيدة يستطيع أن يقدمها للشعب المصري. لابد أن أسألك سؤال يخص نادي الزمالك، هل تتابع نادي الزمالك في الوقت الحالي، وما رأيك لو كنت تتابع نادي الزمالك في المستوى الذي يقدمه نادي الزمالك في الفترات الأخيرة؟ أنا تابعت مباراة الأمس ضد إنبي، وتابعت المباراة وجميع المباريات، وأتابع الدوري المصري ليس فقط الزمالك، أتابع جميع الفرق المصرية، كل مباراة أتابعها بشكل جيد جدا. أحيانا أشاهد 6 مباريات من مباريات من دوريات مختلفة. أحيانا اليوم رأيت كأس الإمارات، وأيضا أتابع الدوري المصري. وأعتقد أن الزمالك لديه خفقات ونجاحات، وأحيانا لا يكون الأداء جيدا من قبل الفريق. وكما نرى هناك الكثير من اللاعبين الشباب في الزمالك، وهذا أمر جيد لأنهم يحتاجون أن يحصلوا على المزيد من الخبرة، وحين يحصلون على تلك الخبرة سيكونون بحال أفضل. من وجهة نظري فإن الزمالك لديه ارتفاعات وانخفاضات، ولكنه لا يزال هو والأهلي الأكبر فرق في مصر، هم دائما على القمة. جورجن فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا الحديث الرائع الشيق. دائما كان من المدربين الرائعين جدا المميزين جدا، دائما من الأسماء الكبيرة الرائعة. طيب النهاردة حكم المباراة هو حكم من بروندي، عمل موقفين أغرب من بعض. الحاجة الأولى أنه في طرد يبدو صحيح انفراد لمنتخب مصر، ويبدو صحيح، هل صحيح ولا مش صحيح؟ ما بحبش أفتي، عشان برضو ممكن يبقى في رأي يقولك أنه الكرة ما كانتش في حوزته، فممكن ما تحسبش طرد فيبقى إنذار بس. والقرار اللي خده باحتساب هدف المنتخب الغيني وبعد كده ألغاه الفار، كل ده نسأل عنه مع حكمنا الدولي الكبير، ضيفنا الدائم الرائع كابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور كالعادة. صباح الخير يا كريم عليك وعلى كل مشاهدينك، وطبعا بتشرف بيك دايما. أشكرك يا فندم. رأيك إيه بقى في القرارات المثيرة جدا في هذه المواجهة، مواجهة مصر وغينيا بيساو؟ بس فيك ده حكم من بوروندي، من حكام النخبة في الاتحاد الأفريقي، لعب النهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة اللي فاتت، وحكم من حكام الواعدين اللي بص لهم في الحلقه فكره بصه كويسه. هو النهارده عمل ماتش كويس مجمل، لكن هنتكلم في اللعبتين اللي هم اثاروا الجدل في المباراه. اللعبه الاولانيه نتكلم بالهدف اللي اتلغى بتاع غينيا، الناس كلها بصت على الايد، الناس كلها بصت في اللقطه على الايد، وشد او جذب الايد. على فكره مش في اللقطه خالص، او الغى الهدف مش بسبب الايد خالص. لو الايد فقط ما كانش الحكم الفار استدعاه او لغى الهدف، لكن هي اعاقه من في الرجل الشمال للمهاجم في رجل اليمين لعمر كمال عبد الواحد، هذه السبب الاساسي اللي وقعته على الارض. وكان الغى الهدف قرار صحيح من الفار ان استدعاه، والغى الهدف والالغاء صحيح والقرار صحيح في النهايه، الغى الهدف الغاء صحيح. طرد بقى ولا مش طرد؟ بص حضرتك، كل عناصر الفرصه المحققه موجوده، كل عناصر فرصة محققة موجودة. الأول حاجة بالنسبة لعدد المدافعين،
السيطره اللي بنتكلم على المسافه بينه وبين المرمى. السيطره بقى المستقبليه هي الاساس بالنسبه لنا في اللعبه دي، هي اللي بنتكلم فيها السيطره او السيطره المستقبليه للكره. صح، لحظه الاعاقه نفسها في فهم كره القدم اللي هو الاندرستاندنج في البول، ان الكره دي لو نزلت المسافه، هل الكره دي تبقى اقرب لعمر مرموش ولا للحارس المرمى؟ احنا بالصوره لما وقفت ساعه الخطا بالظبط هتلاقي الكره بنسبه كبيره اقرب لعمر مرموش من حارس المرمى، وبالتالي كل عناصر فرصه المحققه موجوده، والكارت الاحمر كان وجوبي في الحاله ديت ان هو يتدخل. ليه بقى السؤال اللي يطرح نفسه، ليه حكم الفار ما اتدخلش؟ حكم الفار دايما يتدخل، كحكم فار اتدخل في الـ في الـ في الـ في الـ في الاخطاء الواضحه، الاخطاء اللي لا تقبل تاويل. الكوره ساعه الخطا كانت موجوده في الهواء، لسه ما نزلتش على الارض. في سيطره مستقبليه وفي فهم كره القدم لكن امشي مع الحكم. لو كارت احمر الحكم ادى كارت احمر همشي معاه، لو الحكم ادى كارت اصفر برضه همشي معاه، وبالتالي عدم تدخل من الفار. لكن انا بقول لحضرتك انا القرار الاصح او الاقرب للصح هو الكارت الاحمر في اللعبه. طيب سؤال عام بقى بعيد عن المباراه دي، رايك ايه في الاداء التحكيمي في البطوله بشكل عام حتى الان؟ بص، هو الدور الاولاني كان فيه مشاكل، يعني الجوله الاولانيه كان فيها مشاكل كتير طبعا، حدث ولا حرج بالنسبه بالذات ماتش تونس ومالي طبعا، لان طبعا حدث ما حصلش قبل كده في تاريخ كاس الامم الافريقيه وعمل ضجه طيب كبيره قوي. انا عايز اسالك ايه رايك في قرار الكاف بعدم اعاده المباراه واحتساب النتيجه واعتماد النتيجه لصالح المنتخب المالي؟ بص يا كابتن، هو سامسونج ادامو ده هو يعني هو ده السبب او التوب سيكريت في القصه دي. ده رئيس لجنه مسابقات الكاف اللي اصر على نزول الحكم الرابع والاثنين مساعدين وفرقه يعني هو نزل رجعوا الفرقه تاني الملعب مالي، ولولا الحدث ده حصل كان الماتش اتعاد. لكن هو بخبرته وحنكته وراجل ماسك مسابقات الاتحاد الافريقي من فتره كبيره نزلهم، وفريق تونس ما رضوش ينزل، ف كان ممكن يعتبروا الموضوع انسحاب او مش انسحاب. في الاخر هو كيف الموضوع عشان ياخد في الاخر ماتش ما يتعادش، لان في البطوله من الصعب جدا تعيد ماتش في ظل الازدحام الكامل لماتشات البطوله او مباريات البطوله وكده. لكن انا بتكلم ده خطا كبير. الخطا كبير ليه؟ ومفيش له اي مبرر، لان انت معلش انت كحكم قبل ما تصفر نهايه الشوط الاولاني او نهايه الشوط الثاني معاك اثنين مساعدين بتكلمهم، معاك حكم رابع بتكلمه، معاك اثنين فار بتكلمهم وبتاخد منهم الوقت بدل الضايع وبتعلم كل دول حتى لو ساعتك وقفت. فانت معاك خمس ساعات كمان متاحين ليك من خلال الكوميونيكيشن بتتكلم معاهم وبيدوك المعلومه. انت ممكن ساعتك تقف في اي وقت من الاوقات، ومعاك الساعات الثانيه دي محدش هيحس بحاجه، وهتوصل للقرار الصحيح وتكمل ماتشك وتحسب الوقت بدل الضايع بارتياحيه كامله. فاللي حصل ده مهما كان بقى ضربه شمس مش ضربه شمس، فهو طبعا كان قرار غير مبرر. حكم الدولي الكبير كابتن جهاد جريشه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا. طيب ده بالنسبه للتحكيم. دكتور محمد ابو العيلة طبيب المنتخب الوطني قال ان محمود حمدي الونش هيجري اشعه اليوم الاحد فور الوصول الى العاصمه ياوندي لتجدد اصابته او الامه بالعضله الاماميه. هو عايز يعرف السبب في هذه الالام عشان نشوف ان شاء الله هل يقدر يلعب المباراه القادمه امام المنتخب السوداني ولا لا. طيب برهان التيه المدير الفني لمنتخب السوداني قال ان مباراه مصر المقبله في الجوله الاخيره بدور المجموعات هتكون بمثابه بطوله بالنسبه لفريقه، لانها هتحسم تاهله للدور الثاني من بطوله كاس الامم. معلش ممكن وممكن لا، يعني وهي غالبا هتبقى لا. طبعا المنتخب السوداني الشقيق منتخب ندعمه النهارده عمل مباراه كبيره قدام المنتخب النيجيري، بصراحه كان حاجه مشرفه للغايه بصراحه، تحديدا في الشوط الاول، بس فرق الامكانيات كان واضح لصالح المنتخب النيجيري، لكن المنتخب السوداني كان يعني مجتهد جدا بصراحه على مدار ال 90 دقيقه. طيب المدير الفني للمنتخب السوداني قال انه هيعالج الاخطاء اللي وقعوا فيها قدام المنتخب النيجيري خلال مباراه مصر المقبله. يعني مش عايزينك تعالج قوي، يعني نحترم المنتخب السوداني نتمنى له التوفيق، بس بالتاكيد قدام المنتخب المصري نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. طيب تعالوا نروح لتصريحات لمازن نور لاعب المنتخب السوداني ونرجع نكمل كلامنا. باعتبار انه فتره الاعداد كانت قليله، المنتخب قدم كل ما عنده،
وقدم مباراة كبيرة خاصة ضد منتخب زي نيجيريا يعتبر من أبطال القارة. إحنا بنحضر في 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 جيل جديد منتخب شاب. إن شاء الله في قادم المواعيد نوعد الشعب السوداني إنه يتشرفوا لما يسمعوا إنه المنتخب لاعب يكون عندهم شرف كبير يعني، لأنه في الفترة الجاية إن شاء الله مع الخبرات والانسجام اللعيبة نوعدهم إن شاء الله بمنتخب قوي في 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 قادم ال. عندك ماتش مهم جدا الماتش الجاي ضد المنتخب المصري، شايف الماتش ده إزاي؟ والله أعتقد إنه منتخب مصر هو حالة خاصة، هو بطولة خاصة لأنه هو ديربي وادي النيل. نوعد الجماهير إنه نقدم كل ما عندنا من أجل السودان بالأول عشان نفرح الناس في السودان خاصة في الظروف الحاصلة دي، وإن شاء الله قادرين نقدم مباراة كبيرة قدام المنتخب المصري اللي باعتباره هو أكبر منتخب في أفريقيا. شايف إزاي مواجهة نجوم زي محمد صلاح والنني وتريزيجيه؟ والله أعتقد إنه دي فرصة كبيرة إنه نلعب قدام محمد صلاح قدام تريزيجيه، ونحن قادرين يعني زي ما هم خلقوا أسماء في الكرة العالمية نحن كلاعبين سودانيين قادرين إنه برضو نخلق أسماء ونقدم مباراة تليق بتاريخ المنتخب السوداني والمنتخب المصري. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. ماتريس موتسيبي رئيس الكاف قال ان بطوله كاس الامم الافريقيه مسابقه قويه وتشهد تنافسا كبيرا بين المنتخبات، قال ان هدفه تواجد منتخب افريقي في نصف نهائي المونديال ويوصل الامر للتتويج بكاس العالم وليه لا. قال كمان انه بيطمح الى تحسين الملاعب في القاره الافريقيه خاصه ارضيه الميدان، وانه بيعمل ده مع الاتحاد الدولي لكره القدم. طيب يا سيدنا يا راجل محترم يا جميل يا رئيس الاتحاد الافريقي يا محترم، وانت بتتكلم على ان هنوصل لنصف نهائي كاس العالم وفاينل كاس العالم، واللي بيحصل في مباراه تونس ومالي ده ايه، والكرات اللي مش منفوخه ده ايه، والملاعب اللي مش هايله ده ايه، والتنظيم اللي فيه مشاكل في الفنادق ده ايه، يعني في شويه امور كده تعال نصلحها الاول وبعد كده نتكلم على كاس العالم ومنتخب افريقيا يوصل لنصف نهائي كاس العالم ونلعب نهائي كاس العالم وكل الكلام العظيم ده، بس يعني ما نسبقش. طيب لسه مكملين مع حضراتكم، هيكون معايا بعد الفاصل ان شاء الله ضيفين محترمين للغايه نتكلم معاهم عن كثير من الامور الرائعه فيما يخص منتخبنا الوطني النهارده، وايضا بعض الحاجات كده الفنية اللي نقدر نحسن بيها الأمور في المباريات القادمة. الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل والكابتن الكبير كابتن رامي سعيد معانا بعد هذا الفاصل، خليكم معانا. يا رب حضراتكم مره اخرى، لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده وكلام كتير طبعا ومستمر عن منتخبنا الوطني وفوزه اليوم على منتخب غينيا بيساو. يشرفني وينورني في هذه الفقره اثنين من الضيوف الكبار، الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل. يا كابتن محمد مشرف ومنور، صباح الفل عليك. حبيبي كريم صباح الفل، اخبار حضرتك ايه؟ مبروك الشياكه على طول حبيبي، ما انت ماشي ده تراك ما بتنزلش منه. ما هي فيش غير الشياكه دلوقتي الباقي. وايضا الكابتن الكبير كابتن رامي سعيده. كابتن رامي مشرف ومنور، ربنا يخليك كريم ان شاء الله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام كله بخير. انا كنت عايز ارحب بيه لان انت لازم ترحب بيه. بس ده العشق بتاعي من زمان، يعني فوجئت النهارده ان هو موجود معايا. ده انسان نظيف قوي يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن بجد يعني حبيبي. انت ايه مالك كسفت كده؟ حبيبي كابتن عبد الجليل حبيبي. عامل ايه يا كابتن محمد؟ ازيك حبيب قلبي، اخبارك ايه؟ تمام. انا فرحان ان انت جاي في مكسب النهارده. انا كنت قلقان جدا كون معايا بعد ماتش نيجيريا، يعني ان كنت برضو كنت عايزك تطلع معايا طاقه. لا بس قلت النهارده الدنيا اهون شويه. لا لا لا، بعد ما كانش ينفع اطلع بعد ماتش نيجيريا، انا هروح في داهيه. لا لا، كنا ممكن الحلقه تتقفل انا وانت، لان انت انا كلمتك بعد الماتش. انت كنت من الناس اللي بتايد المدعو. انا شو اسمه وما زال ليه؟ لا مش للدرجه دي يا كابتن محمد. كابتن يعني انا ما احبش حد يضحك علينا، انا بكلمك بجد. النهارده مكسبنا اللعيبه في الملعب رجاله. في ناس رجاله، في ناس مهاره محمد صلاح. النهارده التشكيل اللي خسرنا ماتش نيجيريا اللعيبه. لا ما هو يعني هو اشمعنى المدرب يتحاسب لما بنخسر ولما بنكسب نقول اللعيبه؟ تعرف الناس طالعه النهارده تقول ايه يا كريم؟ من الايجابيات ان هو حط اللعيبه في مكانها. نعم ايوه انا قلت كده. انت قلت انت كمان كده؟ انا اصلا اول حاجه حمدت ده كلام عليها ربنا، قلت الحمد لله مبدئيا كده انه حط اللعيبه في مكانها. يا عم رامي انا جايب مدرب بياخد ملايين الملايين عشان يحط لي اللعيبه في مكانها؟ طب مش يعني عشان يحط له ايجابيات يعني يحط لك مش في مكانها عشان تقول عليه مدرب؟ ما هو النهارده مش هو اللي حطها في مكانها. امال مين اللي حطها؟ اكيد اتقال له. لا يعني مستحيل، لا في ناس قعدت معاه يا كابتن الموضوع يعني قلب الدنيا يعني. أيوة. هو برضه الراجل
هو مشكلته انه بياخد القرار من دماغه. هو فاكر او حاط في دماغه ان الشعب المصري مثلا فهمش في الكوره، الناس دي مثلا زي المنتخبات اللي هي ضعيفه او لا لا يعني لا لا ده الشعب المصري اكله وشربه هي كره القدم. انا هقول لك على لكن هو اختلافه ان هو بيبقى مصمم على حاجه وحاجه غلط، يعني يا ريت بيصمم صح هنبقى في ظهره، لكن هو انت بتعمل حاجات مش مظبوطه طبعا ما الدنيا لازم تيجي عليك. ده بيقول حاجه خطيره. اتفضل. مين هيحط التشكيل؟ لا يعني انا بصراحه الجهاز المعاون اللي مع الناس تقيله قعدت معاه وعملوا اجتماع مع الكابتن ضياء وكابتن شوقي وقالوا له شريكهم. طب وفعلا ايه حلو بياخد راي الجهاز المعاون ده يبقى حلو قوي باجبار. ما هو ما كانش بياخد النهارده اللي لعب عبد الله سعيد الجهاز المعاون وكانوا هيلعبوا رمضان صبحي مش مرموش. انت فاهمني شويه التغييرات وصلاح ناحيه اليمين. ها مين اللي لعب مرموش؟ هو صمم على مرموش. مرموش لعيب كويس بس هيتحرق كده. مرموش عمل ماتشين ليبيا هايل. ممكن اخد ودي معاك طبعا. حلو. الماتش اللي فات كلنا ما سيبناش كروش، كلنا انتقمناه هاجمناه عشان كانت مأساة اللي حصل في ماتش منتخب نيجيريا، كان مأساة من كل المقاييس. ده حقيقي. بس هو لما هيكسب هنقول بقى هو مش هو اللي حاطط التشكيل ومش هو اللي ادار المباراه يعني انت بالله عليك انت عايز تكسب طلع مصطفى محمد برضو النهارده وتنزل انا لو مكانه هقول لك بعد ما طلعت مصطفى محمد جبنا الجون. جبنا الجون بايه؟ على فكره انا زي زيك. اما انا فعلا انت بتتكلم بلسانه بس يعني تعرف احنا جبنا الجون ازاي؟ مهاره محمد صلاح. انت معاك احسن لعيب في العالم، لو مش محمد صلاح اللي هيجيب دي مين اللي هيجيبها؟ طب محمد صلاح ليه ما كسبناش نيجيريا احسن لعيب في العالم؟ ما هو كانش بيلعب في مكانه. النهارده انت دخلته راس حربه برده شويه على فكره برضو. الجون جه في بوزيشن غير مكانه. لا لا هو في ليفربول بيتحرك كده وبيتحرك كده. لا 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 هو من ناحيه اليمين النهارده من احسن ماتشات صلاح. اه خد بالك الجول اللي جابه محمد صلاح جه بعد ما اتحط هو يعني جاب زيزو على اليمين وحط هو مهاجم تاني مع عمر مرموش لو تفتكر. ايوه يعني حر. ما هو انت خلاص انت بتلعبه حر، انما انت من اول الماتش بتلعبه فرويد وبظهره واي حد بيخبط. هرجع لك نتصافى مع بعض. شوف بس الكابتن اهو يعني انا بحب الحوار معاك تعالى. طيب كابتن روبي المباراه اللي فاتت كان في اخطاء بالجمله طبعا خلاص يعني اللي فات مات خلاص طبعاً. المباراه دي تحسنت الامور فيما يخص التشكيله واللعيبه اللي موجوده في اماكنها لكن الاداء لسه ما تحسنش قوي ولسه خايفين. بس النهارده برضه عشان ندي كل واحد حقه في ثلاث كور في القايم يعني لو جم كنا ممكن نعمل سكور كمان وتبقى النتيجه كبيره. رايك في الاداء النهارده بشكل عام ورايك في تصرفات كيروش في هذه المباراه؟ بص يا كده انا هتكلم بكل صراحه ووضوح طبعا. طبعا انت دلوقتي بتتكلم انت بتلعب مين؟ انا بلعب غينيا بيساوي يعني الطبيعي ان انا هكسبه. فالاداء برضو انت بتلعب غينيا بيساوي مش مطمن. طب انا هطمن امتى؟ انت عملت بعض التغييرات في التشكيل، بدات تنزل يعني بدات ايه تعمل الصح اللي احنا بنتكلم عليه. كل واحد في مكانه ده المظبوط، لكن اللخبطه اللي انت بتعملها دي بيبقاش فيها توفيق. فالنهارده عدلت الكفه شويه رغم ان انت برضو ادائك مش مقنع خالص. ما الفرقه دي كانت ممكن في ثانيه تجيب في الجون، ما هو في جون والفار لغاه هي فاول، لكن انت برضو معرض ان انت ممكن يجي جون في لحظه. كابتن لو مفيش فار كانت هتتحسب. ايوه ما فيش فار، ما الحكم حسبها. لا مش حسبت. ايوه هو الحكم حسبها فده عند ربنا يعني. لكن انت برضو منتخب كمنتخب مصر بس مصر ما يطمنش. طبعا اتفق معاك ان هو لسه ما اطمنش. لا لا خالص خالص بس احنا كان لينا طرد يعني كان في طرد الانفراد بتاع عمر مرموش. ما تصدقش مش طرد. لا 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 الكوره بعيده قوي يا كابتن. كابتن جهاد جريشه عايز اقول لك على حاجه. الكابتن جهاد جريشه على راسي وقال لي على راسي على راسي الكابتن جهاد جريشه وكل اللي يحكوا انني ليه طرد انني ياخد طرد. الستارز اللي ده في قصبه رجل الولد ده فيها طرد في الفار على طول ده له انذار. كابتن احنا منتخب كبير يعني احنا تقييمنا في افريقيا منتخب كبير صح. مش هبص الطرد ولا هبص الفاول ولا هبص لبعض الحاجات الصغيره خلاص ومش هبص. انا راجل مرشح اخد بطوله صح ومش هبص على وانت يمكن يمكن بص يمكن الحاجه الوحيده اللي بتسعد الشعب المصري في الدورات دي بالذات هي بطوله افريقيا المنتخب طبعا. لكن انت ما تطمنش دلوقتي هات لي واحد في الشعب المصري قول له مثلا اما نيجي بعد كده نلعب في التصفيات مثلا او الماتشات اللي جايه الادوار الجايه هنلعب فرقه تقيله هيقول لك ايه خرجنا مفيش خلاص انا مش مطمن يعني انت كان النهارده يعني انت ممكن الماتش الجاي كمان الواحد مش مطمن له. انت ماتش السوداني الجاي ده لو خسرته هتطلع خلاص السوداني يبقى 4 نقط وانت 3 زي ما انت فالعمليه ما هي صعبه بس برضه في الظروف بتاعه المنتخب اللي الواحد شايفها
لا الامور الصراحه ما تطمنش يا كابتن محمد. احنا وصلنا للجول كتير النهارده يعني ثلاث كور في القايم، في كام كوره لمصطفى محمد، في كوره لمحمد صلاح، في يعني برضو احنا وصلنا للجول وهنوصل مع السودان. طيب وهتكسب سيراليون وهتكسب بنين تكسب الكونغو. بيكلم يعني كابتن عبد الجليل برضه بيكلمك على المنتخبات اللي هي المستوى القليل. المستوى الثالث انت بتكسبه بقالك سنتين، تجيبونه انجولا والكونغو وليبيا والاحترام طبعا للفرق. انما ما تصدم مع السته الكبار ومعاهم اتنين من المستوى الثاني زي غانا وكوت ديفوار بتبيع نوجه. دي حقيقه. اه والله بيتكلم انت مش عايز توصل لغينيا وتجيبه وتضيع ويه. ده مجهود لعيبه بجد بجد. انا النهارده ما عجبنيش فترات الديفنس كابتن. انت لو الفرقه دي لعيبه كوره انا كل كوره بيروحوا كان الونش بيرجع بظهره، حجازي بيرجع بظهره، يفضلوا لغايه ال 18 جوه. يا كابتن عبد الجليل ده بعد اذنك ده عندهم لعيب كويس جدا اللي هو الولد اللي عامل شعره ده لعيب كويس جدا جدا كان بياخد ويروح على التاتش برده كان خاضدنا. جاب جول حلو قوي خاضدنا الحمد لله. لا يا كابتن عمر عامل ماتش العمر النهارده نجم الماتش عمر كمان. طب حلو قوي. باك رايت كان هو كان هيشيل الليله في الكوره دي صحيح. هو لازم وهو الولد بيقف يشيله هو الكوره بره يعني يضغط عليها رغم انت باك رايت يعني ايه مش هيديله يلف. الصراحه كابتن عبد الجليل كباك رايت انا كنت شايفه النهارده نموذج كروسات و صح هايله. وهو انت بقى ايه كمدرب ازاي راجل زي ده استفاد منه كباك رايت بيعمل كروسات كويسه واطلع مصطفى محمد. ما مصطفى محمد ممكن في لحظه لان هو بيلعب بدماغه كويس في لحظه ممكن يجيب لك هدف لكن برضه طلع مصطفى محمد. طب انزل شريف يعني انزل فيرويد مكان فيرويد لكن مش اخلي العمليه برضه انت مش عارف ده ايه ومش عارف ده ايه ومش ده. لا مصطفى محمد ممكن يعني الفراوده كنت انت بتستفاد منه مثلا كفيرويد ان هو في لحظه هيجيب جول في لحظه. لكن اللي انا شايفه في دماغ الراجل ده دماغ غريبه الصراحه. لقيت ايه ايجابيات التاني النهارده؟ الايجابيات النهارده الروح يعني شويه. انا شايف النهارده حجازي وانا حاسس عندي احساس كلاعب كوره يعني انا مثلا انا ورامي بنتكلم بره في تريزيجيه في واحده كده زقها وبيعتل فيها تريزيجيه بعيد قوي يا عيني. فانا ورامي اتكلمنا دي احساس لعيب كوره. ايوه صح. النهارده انا حاسس اللعيبه بتتكلم مع بعض جوه الملعب عايزين يقول لك سيبوكم الراجل التايه بره ده والعبوا انتوا. انا حسيتها من صلاح حسيتها من حجازي من نني. نني بقى يكلم اللعيبه ويزعق لها في الملعب العبوا العبوا يعني. انا حسيت ان دي ايجابيه كويسه جدا ولو ان لسه بدري لسه يعني. انا حاسس هم بيقولوا تحية العالم هم مش مصدقين عارف. اولا هم ثقتهم راحه من نفسهم خلاص اللعيبه. الهجوم اللي حصل بعد ماتش نيجيريا من الشارع المصري وده من اسباب ان الراجل غير كتير وقعد مع جهاز ده قالوا له الدنيا ولعه في مصر. والراجل الاستاذ بن جدل اللي قاعد في اتحاد الكوره ده بيتشمس كلمه اكيد في التليفون وقال له لا هتقطع عيشنا وبتاع. خلاص يبقى كلمه في التليفون مش بيتشمس. ايه انا بكلمه في التليفون مش بيتشمس يبقى عمل اهو دور. انا مش عارف. ده البرتغال عندها ملحق. هم لو كويسين كانوا اشتغلوا في بلدهم. ده عندهم ملحق لسه مش وصلوش كاس عالم. انتوا جايبين خبراء هنا. انا بقول لك كروش مش هيكمل. مش هيكمل والله ما هيكمل لولا الشرط الجزائي للاستاذ عمله له 42 مليون جنيه. بس ليه حلول. اقعد جنب اخوك فينجادا هات لك الترابيزه جنبه الترابيزه دي توقع. ما هو اولا انا كابتن رامي خد بالك ان انت الاصابات سيبك من اصابه اكرم دي ضربات. فتوح شد النهارده الونش شد. اوعى تقول لي تغيير منعم دي تكتيك. لا الونش شد. لا ايوه شد دي معلنه حاجه معلنه. الراجل تايه في الملعب وهو بيحط التشكيل ما بالك التمرين بتاعه هيبقى ايه. الراجل ده مدرب وعارف ده بيشتغل من الاربعينات اكيد والستينات وتمارين الستينات. النهارده ان اتنين يقعوا منك اللعيبه برده مش بدنيا وقعوا. الشوط الثاني بتوع غينيا 25 دقيقه رايحين على الجون كتير. راح. فانا بقول لك انا بقول لك المفروض ما يكملش. بس الفرقه حل ان مين هيحاسب على المشاريع؟ ما يكملش ايه؟ ما يكملش بعد بطوله افريقيا؟ طبعا يا كابتن. ولا ما يكملش دلوقتي؟ لا 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 يكمل دلوقتي. اكيد اكيد يا كابتن عبد الجليل اكيد هيصبروا عليه لغايه كاس عالم. اكيد مش مستحيل هيمشوه بعد بطوله افريقيا بالطريقه دي يا رامي. والله مستحيل يا كابتن بالطريقه دي مش لا هينفع. ما بص احنا لازم نبقى واضحين. احنا طبعا املنا ان احنا طبعا منتخبنا ان هو يوصل دي حاجه كويسه هتفرح. لكن الواحد مخضوض يعني بصراحه. الواحد في الماتشات مثلا هتقابل منتخب تقيل زي ما قابلت نيجيريا. نيجيريا كانت بتلعب انا عايز اقول لك بالبلدي كده كانت بتلعبنا بمزاجها او بدماغها وقت ما هم عايزين يسهلوا وقت عايزين يلعبوا وقت ما عايزين يكسبوا
بيعملوا كل حاجه في الكوره. هو على فكره في المجمل يعني المنتخب النيجيري حتى الان هو اقوى منتخب ظهر في العالم. انا بقول كده صح. بعيد عن ادائنا كان قدامه وحش جدا. اقول لك على حاجه الكاميرون ابتدت تدور الموتور صح ابتدت حلو. السنغال الجزائر مش هتسكت. لا جزائر الجزائر مش هتسكت. السنغال وحشه جدا جدا. الجزائر اول مباراه كانت سيئه جدا. بالمناسبه المغرب يعني ها كده على شبهنا شويه اللي هو مش قوي. تونس برضه مفيش حد شبهنا. ما احنا شبه. لا احنا شبه جزر القمر وموزمبيق بكلمك بجد وزيمبابوي. هو ايه اللي لا اعترف بكده؟ لا للدرجه دي انت النهارده هو واقف. طب انت اتفرجت على الجزائر يا عم؟ ماشي. اتفرجت على تونس؟ انا مش بقول يعني ان هم كوارث بس اقصد انه احنا برضو مش للدرجات دي. في كلتا الحالات امبارح السودان راحت على نيجيريا 5-6 مرات انت ما رحتش ولا مره. في كلتا الحالات جامبيا وملاوي بيروحوا على الجون. انت النهارده رحت على الجون عشان بتلاعب غينيا بيساو اللي تعدادها 1,700,000 اللي قد حي المطريه او شبرا. ما دي حقيقه. بتكلم الناس بتزعل لما نقول الحقيقه. انا فرحان ان احنا كسبنا عشان ثقه اللعيبه وعشان صلاح. راجل داخل على احسن لعيب في العالم ما ينفعش يخرج بالدور الاول. ما ينفعش خالص. والجون اللي جابه ده من عند ربنا حاجه محترمه. فانا فرحان النهارده كان بيقاتل لو تلاحظ النهارده من احسن ماتشات. ما هو اصل انت صلاح في الوقت ده لازم يعني كل الامال هتبقى عليه. يعني ايه رايك في المبالغات اللي بتحصل ضد محمد صلاح في كثير من الاوقات؟ محمد صلاح ما بيديش للمنتخب، محمد صلاح ما بيلعبش للمنتخب زي ليفربول، محمد صلاح مش متحمس، محمد صلاح مش قائد. بص يا كريم محمد صلاح لعيب كبير طبعا ومن احسن لعيبه في العالم. وجوده في المنتخب لازم يفرق معايا. انا اكلمك بصراحه يعني لعيب في اي تيم يفرق. يعني كابتن عبد الجليل هو كان بيلعب في جيله ما بيبقى موجود في الملعب لا بيفرق. يعني كابتن عبد الجليل لا هيكسبني النهارده لا هو يفرق. صلاح يفرق. عندك حلول يعني صلاح عنده حلول كتير يقدر. مش لازم انا كمدرب هقول لك يا صلاح تبقى انت في المكان كذا وهتعمل كذا. لا انا في اوقات في الملعب كخبرتي بقى واحسن لعيب في العالم اشيل اي حاجه وليا حلول ان انا اعرف اكسبها. النهارده عملها كده. انا بتكلم بقى في دي. فانا بتكلم في نقطه يا صلاح لا لازم يبقى عندك حلول لازم تكسبني. يعني لازم تكسبني. هو يا كابتن كريستيانو في البرتغال لما بيروح البرتغال بيعمل ايه؟ بيكسبه. مارادونا في 86 ملحق. مارادونا لوحده لان كريستيانو خلاص بيبطل. مارادونا من 10 سنين ميسي. كان بيكسبه ميسي. مارادونا في 86 جايب كاس عالم لوحده. ميسي في كوبا جايب كوبا وباقي البطولات. همشي معاك واحده واحده. اتفضل. هي الفكره في ايه؟ انه الناس برضو بتتعامل مع محمد صلاح ان هو كابتن ماجد اللي هو يروح ياخد الكوره من محمد الشناوي يفضل ينط. انا مش بقول كابتن ماجد بقول عندك حلول. كابتن رامي انت اكتر واحد انت مدرب والكابتن محمد عبد الجليل مدرب انت فاهم انه التيم كله بيشتغل لمحمد صلاح زي ما كوبا كان بيعمل. محمد صلاح كان هداف منتخب مصر في كاس العالم اللي فاتت جايب 5 اهداف وصلع الهدفين التانيين. يعني مصر جابت 7 اهداف في التصفيات هو اللي مخلصه. طبعا ليه؟ مدرب شغل الفرقه على محمد صلاح. ساعتها احنا كنا بنقول عليه منتخب صلاح والكلام. برافو عليك. فصلاح مدرب عارف يجيب مدرب صح؟ مدرب صح؟ لكن صلاح اصل هو مش قصه انه افضل لاعب في العالم فينزل يلعب لوحده. النهارده انت شفت الكره اللي وقع فيها كابتن جوه ال 18 الصوره متركزه عليه. معرفش الصوره موجوده هنا ولا لا. اقسم بالله 4 حواليها كابتن. ايوه لا ما هو على طول اي حد في الملعب تلاقي 4 أيوة. 5 6 على طول حواليه. طيب ده بقى شغله مين؟ شغله اللعيبه الثانيه يبقى عندها حلول. طب ما دي فرصه. وشغله المدرب طبعا انه ياخد من اللعيبه الثانيه حلول. الاربعه انت عندك 4 راحوا لصلاح. ايه رايك في مرموش؟ حتى الان النهارده عمل مباراه الى حد كبير معقول عن اللي فاتت طبعا بس برضه لسه ما ادناش مستوى كبير. هو ولا رمضان صبحي في قوه البنيان في الافارقه او تنزل رمضان صبحي ولا تنزل تريزيجيه؟ مش قادر. بس اقول لك حاجه رمضان. انا خايف على تريزيجيه يتعور. انا والله العظيم في كذا كره بيعتل فيها بخاف يلف. هو مش لسه قبل ما نخش يا كابتن عبد الجليل انا وانت ايه دي يعني دي ما يفهمهاش غير لعيب كوره. يعني اي حد مشاهدين هيعديها. عندك تفاصيل يعني انت شوف الاعاده الولد جاي من وراه الراجل قطع يعني هو واخد تريزيجيه الاول كان بيزق ومفيش حد يقدر يجيبه ده زق وراح وفي الاعاده في بطيء بيعتل برجله دي ما يفهمهاش غير حد لعب كوره. يعني انا كنت قاعد بتفرج انا زعلت. انا زعلت عليه علي. والله بجد انا خفت يتعور كمان. انا تريزيجيه برده من اللعيبه الكبيره. لا انا خايف يتعور طبعا هيرجع يعني يا ريت والله يعني ده مباراه بعد مباراه نفسنا نفسنا بس مش هنرجعه في كاس الامم. اول ما لعب وحشه جدا احتكاكات جامده جدا. انت ممكن ترجع له بعد الشهر الصليبي تاني.
والوزن التقيل ده ممكن تلف منه الاراضي وحشه قوي. انت ماله بقى عمر مرموش مضايقك في ايه؟ مش مضايقني بس مش اللي هو اللي يسحبك اللي عامل الفارق يعني. مش عامل فارق قوي ان الراجل يصمم عليه كل ماتش ويسيبه 70 80 دقيقه ودي غلطتنا احنا. احنا لما عمل مع الاخوه الليبيين شويتين وقلنا مرموش اللي ما جاش زيه وانا قلت كده مش هنقول نصبر. فاكر اغنيه لولاكي بتاعت هاني حميده؟ طبعا بوو. وبعد كده لقيناها هي كابتن مصر كسرت الدنيا وبعد كده مفيش. فاحنا لازم نصبر شويه وما انا عندي رمضان بقوته وجسمانه. وبعدين مرموش لازم يتكلموا معاه بيلعب فردي ده هيزهق اللعيبه منه ده ياخد الكره وعايز يشوط. ما تلعب يعني اشتغل وان تو بتاع ما ينفعش. فهو لازم يتعاد حساباته وما عملش حاجه من بعد ماتش ليبيا. قول لي ماتش عمله كويس غير ماتشين ليبيا. الماتش اللي فات وحش جدا النهارده انت بتقول كويس. لا مش كويس. عمل كام مش كويس أوفر. مش كويس قلت احسن من مباراتنا. عمل كام اوفر يا كابتن رامي؟ بس هو ما كانش ضايع ناسينج ده عمر كمال اللي جاي من اخر الدنيا عمل يجي 50000 اوفر. لا عمل عمل لو كورساته كلها احمد زيزو لما بينزل بيعمل له 3 4 اوفرات. انت ناحيه الشمال لازم تخش جوه وعايز تعدي. هو عايز يجيب جون. هو عايز انا اجيب جون من ساعه ماتش اللي جاب جون وقعدنا نقول لا انت شغلك على الخط وتعمل اوفر يا اما تلعب رمضان. بس هي دي النقطه بس. انما السوليه معقول انني مش ده مستوى لا صح بس روحه حلوه ولكن التحامات وحش. النهارده دخل على الولد في انكر رجله الفار لو عادها ياخد طرد مش انذار. السوليه عوده السوليه للتشكيله برده عملت شويه توازن في نص الملعب. وبعدين عملت. انا كنت بقول النهارده في المقدمه السوليه مستواه رائع جدا بس الراجل كمان بيتعامل مع السوليه ده انه افضل لاعب في المنتخب. هو كيروش بيحب السوليه جدا قوي. فالثقه اللي مديها له كمان مزوده له كمان مستوى درجه درجتين صح. يعني عمرو السوليه عمل مباراه معقوله جدا النهارده طبعا. وطبعا عمل اسيست رائع. السوليه بقى له فتره ماشي كويس كان في النادي الاهلي او في المنتخب. السوليه عامل فارق يعني حتى اصابته الاخيره كانت الدنيا كلها قامت وكل الدنيا اتقلبت. السوليه يلحق او الماتش مش هيلحق بقى لعيب مهم ولعيب مؤثر في منتخب مصر من النادي الاهلي. فطبعا السوليه من اللعيبه اللي تفرق معاك. لكن هقولها مره واثنين وثلاثه المنتخب ما يطمنش بصراحه. يعني انا نفسي والله يعني انا نفسي ان احنا ناخد البطوله. انا نفسي ان احنا نعدي ادوار. نفسي نوصل كاس عالم. طب ايه اللي يطمنك؟ اللي يطمني المنتخب كروح كقلب كالراجل المدير الفني لازم بقى يفهم الدنيا ولازم يفهم اللعيبه اللي معاه يقدر ان هو يستفاد منهم ازاي. اقدر ان انا استفاد كل واحد العبه في مركزه. اقدر ان انا تغييراتي تبقى تغييرات مظبوطه. ده تفكير مدرب. لكن انت ما العب كره هجوميه على طول. طريقتك من اول 4 3 3 4 3 3 يعني الطريقه دي هجوميه يا كابتن؟ ايوه بس يعني بيعملها كلاعيبه دفاعيا بالظبط. بيحجم اللعيبه. ان لاعب صلاح فيرويد ولاعب مصطفى على الطرف كارثه. مستو كلها دماغه. دي كارثه. كان زمان لما كانوا في الثمانينات بيروحوا يلعبوا الاهلي في افريقيا كانت فرقه عارفه كابتن الخطيب والله حصلت. فكانوا بيلبسوا محمد عامر رقم 10 كابتن عامر ما كان شعره كبير زيه والله يقول لك عشان نضحك على فهو الراجل ده عايش من الثمانينات. اصل هنضحك على الفرقه ان احنا نلاعب صلاح فيرود؟ لا والله. هو ده كلام برضو هيقولوا يعني انت عبقري؟ لا هيقول لك احنا فيرود وانت عبقري وكلوب ده ما فهمش ولا بالماضي ده اللي بيلعب محرز ناحيه الخط ده ما هي بتاعته يا صلاح من احسن لعيبه في العالم في المكان على الخط. ده خلاص يعني ده النهارده مسك العيال غربلهم كذا واحده تك 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 اول خمس دقايق كوره في القايم وكذا كوره كابتن كذا كوره وهو بوشه بيعدي ويخش ويشتغل صح. طب انت بتفقد ليه ميزتك؟ انت لو لعبت نص يعني اللعب ده شويه في نيجيريا كنت هتوصل على نيجيريا ونيجيريا مش ورا في الديفنس مش اللي هو. طب كابتن محمد مش شايف ان النهارده في نقطه ايجابيه انه اللي انت كنت لسه بتقول لي انه مش المفروض نشكره على الكلام ده بس احنا مواقفنا السابقه مع كيروش انه راجل يعند مع نفسه مش مع حد مش انا رايي انه ما بيسمعش لحد يعند مع نفسه. انا تصورت النهارده هيلعب بنفس التشكيله وبنفس الطريقه بتاعت مباراه المنتخب النيجيري. انا كان ممكن اخش جوه التلفزيون اعمل جامب كده وهجيبه من بتاع لا ما هو خلاص هو الراجل برده عارف ايه اللي بيحصل هنا. هو الراجل برده مش عبيط اتفطم جامد هو فاهم ان الدنيا مقلوبه. الدنيا ولعه. الدنيا مقلوبه عليك انت ازاي انت مش مصدق لان فنجان كلمه وناس قعدت معاه اتحاد الكوره وقعد مع جهاز المساعد. ما دي بقى واحنا مش مدرسين كيمياء جايين انا لا لا بالعكس انا جايب لك بجد ايوه لا انا بسمع من حضرتك المعلومات طبعا لاني
الدنيا ولعه انت مش حاجة. الناس مش راضيه والنهارده نص الناس الحمد لله كسبنا مش. اللي فاهمه خايفين طبعا. بص قال لك ايه انا خايف طبعا الراجل واقف اخر بتاع عمال يعمل دقيقتين ثلاثه ايه يا عم ده انت بتلعب مركز شباب غينيا بيساو عيب انت منتخب مصر واو تحط رجل على رجل لعيبتك تجيب ثلاثه النهارده انلاكي في كور كتيره عشان لعيبه مشدوده. ايه رايك نسمع راي النجم الكبير مهاجم النادي الاهلي الاسبق الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق؟ يا كابتن محمد صباح الخير عليك، مشرف ومنور. صباح الفل يا كريم، اخبارك ايه؟ وحشني جدا. وانت وحشني جدا، بسعد بيك دايما في التلفزيون المصري وده حاجه مشرفه جدا وجودك والله. شرف لينا تواجدك، شرف لينا تواجدك دايما. وسلامي طبعا للنجوم الكبار كابتن عبد الجليل لحبيبي حبيبي انا، والنجم المختفي اللي بقاله فتره مختفي خالص يا كريم رامي سعيد حبيبي. مفاجاه، انت جايب اتنين بص مفاجأة. حبيبي يا فاروق، حبيبي يا كابتن فاروق، دايما منور ودايما مشرف. رايك ايه في اداء منتخبنا الوطني النهارده قدام غينيا بيساو؟ بتتكلم في الاداء ولا بتتكلم في النتيجه؟ لا خلاص، النتيجه الحمد لله ربنا كرمنا بيها والحمد لله خدنا ثلاث نقط. الاداء بقى انا بالنسبه لي ثلاث اسباب انك نتيجه توصل بالشكل ده كريم. يعني فكره الوصول للهدف والفوز كان اهم الاسباب انك تغير طريقه ادائك او طريقه التاكتيك بتاعك او الطريقه الفنيه 4-2-3-1، وده واضح ان الراجل تم اجباره على تغيير الطريقه، لان بتاريخه في المنتخبات يعني اخيرا منتخب كولومبيا كان قعد سنه بحالها حفظهم 4-3-3-3 وفضل يعني مصر عليها بشكل كبير، وبسببها فضل يتلقى هزائم مع المنتخب الكولومبي في الاخر مشي. وبالتالي كان من الصعب جدا تغيير طريقه اللعب. وهنا النهارده واضح ان يعني الراجل دايما بيبقى مصر، فكون ان هو يغير فده يعني الراجل كده عمل حاجه غير طبيعته تماما يا كريم. لكن الطريقه النهارده انها تتغير، الاداء اللي اتحسن شويه عن ماتش نيجيريا، لكن مش ده منتخب مصر في الاول في الاخر، مش ده المنتخب اللي يخوف اي منتخب كبير ممكن يقابله. احنا ممكن نكون الاسم الكبير، لكن حتى الان ليس الاداء القوي اللي ممكن يخوف المنتخبات الاخرى، بغض النظر بقى عن المنتخبات الاخرى اللي في نفس البطوله ممكن ما يكونوش كمان وصلوا، لكن لا عندهم شخصيه، عندهم شكل فني بيظهر في بعض الاوقات يخوف المنتخبات الثانيه. لكن حتى الان منتخبنا برغم فوزه النهارده كريم، انا شايف ان ضعف المستوى غينيا الاستوائيه هو كان سبب اساسي اكبر في الفوز منتخبنا النهارده. طيب احنا بالتشكيله اللي معروفه، احنا النهارده لما نطلب تشكيله لمنتخب مصر غالبا كنا هنختار التشكيله ديت بنفس طريقه اللعب ده او طريقه اللعب دي. ايه اللي خلى شكل منتخبنا النهارده مش كويس رغم ان هي دي التشكيله اللي احنا عايزينها ودي طريقه اللعب اللي احنا عايزينها وده البوزيشن بتاع كل لاعب زي ما احنا عايزينه، مفيش حاجه بقى النهارده كانت متغيره؟ لا انا وجهه نظري كان لازم يتم تغيير بعض الوجوه يا كريم في البدايه زي من البدايه. يعني انا بالنسبه لي يعني لازم زيزو كان يبتدي مكان لازم زيزو مكان مين صبحي حتى انا عمر مرموش صراحه يعني بكل احترام ليه هو لعيب كويس لكن ما اداش الاداء اللي كان ممكن ان انا اقرر تجربه تاني واديله تاني. تريزيجيه حتى الان برضه بقاله فتره طويله يعني نزوله ممكن يكون ايجابي مع الوقت ممكن يبقى افضل، لكن بدايه عمر مرموش من البدايه او عبد الله السعيد من البدايه انا شايف انه كان ممكن يتم تغييرهم بزيزو مثلا كان يبقى موجود وممكن رمضان صبحي كان اداء يختلف. احنا طبعا احنا خلي بالك احنا طريقه 4-2-3-1 للاسف احنا يعني نفتقد واحد زي قفش خلاص الموضوع انتهى. عبد الله السعيد مش في حالته، لو موجود وفي حالته هيفرق كتير جدا في طريقه اللعب دي اللي لعبنا بيها النهارده، لكن عبد الله مش في حالته خالص، مش ده عبد الله السعيد اللي بيقدر يوزع كرات صحيحه يقدر يشتغل بشكل في باص كتير سواء طولي او قصير او الوان تو، مش ده عبد الله اللي ممكن نكون تعتمد عليه عشان تدي عمليه الامداد دايما بالطريقه دي للعيبه اللي قدام سواء بقى صلاح او مصطفى محمد او مرموش من البدايه. بس فانا كان عندي اعتراض بس على بعض الاسماء من البدايه في اللعب. يعني ايه رايك في فكره انه مصطفى محمد يخرج محمد صلاح يبقى مهاجم زي المباراه الماضيه قدام المنتخب النيجيري؟ فكره محمد صلاح كمهاجم تسعه يعني او حتى فولس لا حبذا خالص. لا حبذا خالص. لما بتبقى موجوده في ليفربول يا كريم بتبقى موجوده بعمليه زي ما بنقول لا مركزيه، بيبقى في اوقات معينه بيبقى موجود، لكن الاساس بتاعه
هو الناحيه الشمال، لان صلاح هي لعبته المشهوره بيشتغلوا عليها بالشكل ده. او حتى الهدف اللي جابه النهارده يعني بوزيشن، بس هو اختار بوزيشن في مكان معين وجات له بالشكل ده. وجوه البوكس بيبقى بني ادم مختلف بيعرف يشتغل. لكن صلاح لا، حطه ناحيه اليمين واديله الفرصه واديله الامدادات، هتلاقيه بيشتغل بالطريقه اللي احنا بنحبها. لكن يبتدي كرقم تسعة انا بشوف لا، هيفقد قوه كبيره جدا، هيبقى سهل انه يتمسك بشكل كبير يعني. فلا يعني صلاح في النقطه دي لا، ما احبهاش. كابتن محمد فؤاد دايما بتشرفني وبتنورني وبسعد بوجودك يا كريم. كابتن كريم، سلامي لكل الشباب اللي عندك الاعداد، وبشكرك يا كريم وبسعد بيك. دايما مشرف ومنور اللي معاك، دايما مشرف ومنور. بشكرك يا كابتن، شكرا يا روح حبيبي. طيب نرجع نرجع لمرجوعنا. انا بس ببقى مستني حد ايه عشان اقول لك حاجه. بص الفرق اللي انت بتتكلم مع بتوع كوره نفس الكلام اللي قلناه فاروق قاله. لا لا، ما هقول لك حاجه، ما فيهاش احراج. بالمناسبه يا كابتن محمد، اولا انا مش مختلف معاك ولا مختلف مع كابتن رامي. انا عارف، انا بس هي الفكره في ايه، بما انه ده منتخب مصر، انا بقول لنفسي كده دايما طول الوقت. أيوه. يا سيدي دور على اي حاجه ايجابيه وامشي شمشم فيها وامسكها. لكن هي الفكره انه مثلا بعد ماتش نيجيريا مع الخساره مع الاداء السيء مع التشكيله السيئه كلنا طلعنا صرخنا. النهارده ادينا بندور اهو، خدنا ثلاث نقط. عارف ليه احنا طلعنا صرخنا؟ اه انت قلتها وكابتن رامي قال لك لو بيلعب طبيعي هنسنده. انما انت اكتر كنت واحد مساند ليه، وانا سندته في الاول. اللي عمله ده مش في الكوره، في ماتش نيجيريا. فكان لازم نصوت، لولا صوتنا ده وصل له هناك، مش احنا بس. بس انا يعني انا بقول ندعم المنتخب في قنوات، وفي ناس زملاء كتير يطلعوا يقول لك ندعم كروش. يا عم ندعم كروش ايه؟ راجل قاعد في فندق خمس نجوم ب 110 في الشهر. قاعد واكل شارب وغير الملايين اللي بياخدها، ندعم ايه؟ ده هو مش عايز دعم نفسه بتشكيلاته بفكره بتوهانه. هو مش عايز دعم نفسه. فاحنا بندور على الايجابيات. انا قلت لك عمر كمال، الروح نفسها بتاعت اللعيبه مع بعض بيتكلموا بيقولوا سيبكم من الجدع اللي واقف ده، اشتغلوا انتوا. وبعدين انت بتلعب فرقه النهارده من غير مدير فني. مدير فني عنده كورونا، واحسن لعيب فيرود عندهم عنده كورونا. انت بتلعب فرقه وخايف. نيجيريا انت حتى ما لعبتش معاه كوره. فاحنا بندور على الايجابيات. هنروح للفاصل وندور فيها مع بعض كده، يمكن نرجع مع شويه ايجابيات. لسه مكملين مع حضراتكم مع الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل والكابتن الكبير كابتن رامي سعيد. بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. لسه مشرفني ومنورني النجوم الكبار الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل والكابتن الكبير كابتن رامي سعيد. طيب الوضع يا كابتن رامي فيما هو قادم، مطلوب ايه بقى بالراحه كده بهدوء بامال وطموحات عشان الاداء يتحسن؟ انت شايف التشكيله المثاليه تكون عامله ازاي؟ شايف مطلوب ايه من كيروش؟ شايف مطلوب ايه من بعض اللاعبين اللي انت مش شايفهم في مستوى عالي في المباريات اللي فاتت عشان نوصل لحاله ايجابيه باذن الله في مباراه السودان، من بعدها في الادوار النهائيه نكون في احسن حال ان شاء الله. انت ان شاء الله ماتش السودان هتعدي باذن الله، تكسبه ده يعني حاجه مفروغ منها يعني. لكن اللي بعد كده اصعب. فانا لازم من دلوقتي خلاص يعني، انت دلوقتي قريت كل حاجه وفهمت كل حاجه وعرفت لعبتك وعرفت امكانيات لعبتك وفرصه ان انت في بطوله مجمعه يعني ملموم وعارف، فلازم خلاص كل حاجه قدامك قريتها، فلازم استغلها مظبوط. ما فننش بقى، العب بقى الصح، العب المظبوط. لان انت بعد كده بعد ما تعدي السودان خلاص الغلطه بفوره يعني الموضوع يبقى منتهي. ما مش عارف اصلح ومش عايز ايه كل شويه يقول اللي هو انا طموحي كاس عالم. كاس عالم ايه؟ انت كاس عالم هتلعب تصنيف اول برضه، هتلعب بخمس منتخبات يعني مش سهلين. تيجي تاني في حاجه، ما انا برضه انا عايز اقول لك ما انا عايز اقول لك برضه تاني انت كمان الماتش الاولاني في تصفيات كاس عالم هيبقى الاولاني عندك والتاني بره. في حاجه قلتها الحلقه اللي فاتت بعد اذنك يا كابتن رامي، اتفضل. ان احنا لما كنا بنقول ايه المنتخب اللي انت عايز تلعبه يا كابتن محمد في تصفيات كاس العالم، في خمس منتخبات كبيره منهم ثلاثه شمال افريقيا فتقول مش عايز شمال افريقيا، ومنهم السنغال فتقول مش عايز السنغال، عايز العب المنتخب النيجيري. فانا قلت يا نهار اسود، هو ده بقى المنتخب اللي احنا كنا عايزين ده، اللي احنا كنا عايزينه. كويس ان احنا كابتن عندهم ثلاث لعيبه كمان مش موجودين. كابتن كريم انت دلوقتي المنتخبات التصنيف اول، انت لعبت تونس بالرديف خسرت بطوله عربيه، لعبت الجزائر بالرديف
اتعادلت صح؟ لعبت نيجيريا فول تيم اديك شفت الماتش كان عامل ازاي؟ كسبوا كتير يعني. فانا ما اقولش انا كاس عالم، لا انت منتخب مصر، انت اي بطوله تخشها لازم تاخدها صح. انت ما تفضلش تقول لي كاس عالم كاس عالم. طب يا عم كاس عالم ما انا مش هلاعب منتخبات قليله، وانت كمان انا بكلمك على التصنيف اول، الماتش الاولاني هيبقى هنا والماتش الثاني بره. وانت طبعا كابتن عبد الجليل لعيب كبير وسافر وراح لعب في الجزائر ولا تونس ولا المغرب، اما يكون محتاجين ماتش وعايزينه هيعملوا ايه هناك؟ فاحنا ما نتكلمش وخلاص، هو الراجل فاكر ان احنا من كوكب اخر مثلا او احنا مش فاهمين. لا، انت في بلد كبيره، بلد بتفهم في الكوره، بلد مصنفه، منتخب مصر كبير، مش حاجه قليله. فانت لازم تستدرك بقى الامور، تظبط امورك، وتعرف ان احنا زي بطوله زي افريقيا دي احنا ما بنخشهاش عشان ناخدها. طيب يعني نتيجه هذا الحديث الشيق الممتع جدا نتشائم خلاص؟ لا مش يعني نتشائم، مفيش امل. هي بس نقطه يعني، اديني امل. أو اللعيبه تلعب الجاكيت الشيك ده، الله يكرمك والله. يعني انت بترفع معنويات والله. كابتن على طول شيك جاي منور كده، فهتقول لي عشان كسبان والله يعني. طب تطمنا يعني، طمنا بحاجه. الجول لما جه فينا قبل ما يلغيه قلت انا هاري سويت، طب بس اعتذر لكريم بقى النهارده اللي مش هقدر اروح بجد. زعل؟ زعلت جدا طبعا. يا لهوي، اولا ال 300 واحد عيني دافعين. زعل ولا خايف عليا؟ خايف عليا وعليك، ومش هقدر اطلع اتكلم يعني. احنا ماسكين نفسينا شويه عشان كسبانين. لا قلت لهم بعد ماتش نيجيريا يا جماعه التأليفات وحشه قوي. ايه التأليفات وحشه؟ لا في ماتش نيجيريا كانت التأليفات صعبه بصراحه. مفيش حد يختلف. هو جسنا في بطوله العرب وقعد يالف وبتاع، واحنا ايه عمالين نسقف ويلا هي وتجربه ماتشات وديه. وبعدين جه بقى قال لك التصريح، فاكر التصريح وانت قلت لي اصل بيهمد الفرق الثانيه؟ فرق ده اوحش بطوله كاس امم. ده انا حضرت كاس امم من يوم وعيت على الدنيا كان 80. ف كنا بنكسب 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 وخدنا رابع او ثالث. ده اول كاس امم وعيت عليه. شوف بقى مرورا اوحش كاس امم اشوف في حياتي. انا بتفرج على كاس الرابطه يا راجل، ما بتفرجش على ماتشات ساعات قاعد بتتكلم على كاس الامم بشكل عام. وحش قوي، فرق ضعيفه جدا. اسهل بطوله تاخدها. انت لما كنتش تاخد البطوله دي هتاخدها امتى؟ طيب ما كل يعني ده برضو يدلل ان كل المنتخبات في مستوى، عارف كل المنتخبات وحشه يا كابتن. ما برضو اللعيبه، انت وانت قاعد في الفندق بعد الماتش ممكن يجي لك كورونا في لانيا. فاللعيبه كلها خايفه كابتن رامي والله من الكورونا، من الملاعب، من الرطوبه. اللعيب بالذات اللي هو جاي من بره ومحترف وبيفكر، سيبك من محمد صلاح وسيبك الإقامة سيئه، الإقامة حاجات وحشة كتير جدا، حاجات مش مظبوطه، دي مأثره على اللعيبه جدا طبعاً. مزاجيا ومش قادرين يأدوا ويطلعوا كل حاجه. بكلمك بجد، الرطوبه هناك عاليه قوي قوي يعني. بس انا كابتن عجيل بعد اقطع كلامك، انا اسف يعني، انا بتكلم برضو دي بتاعت لعيبه. ما انا لازم اتلم، انا خلاص قدام امر واقع. ايوه طبعا ما وعدتش على 98، بس طبعا اللعيبه اللي كانت بتقول لي في بوركينا فاسو مع كابتن جوري كانوا قاعدين في عشش، انا عرفته. أيوة. يعني بس كانوا ايه، ده كان انا الكابتن احمد صابر كان قاعد معايا من يومين في النادي وبيحكي لي كان موجود هناك، بيقول لي كنا بنجيب الاكل من بره، بس ايه كنا بنتلم. احنا عايزين ايه؟ عايزين بطوله. لكن انا كاحساسي كلاعب كوره من خبرتي، ان حاسس ان المنتخب مش ملموم يعني. كروح منتخب مصر، ان انت تبقى قاعد كده وعندك ثقه ان احنا في لحظه هنجيب جول. انا مش حاسسها يعني، بقعد اتفرج انا مش حاسسها. ده دور مين؟ اكيد المدير الفني واللي حواليه. وائل جمعه، كابتن ضيا، شوقي، الحضري، حضري برضو. انت حاطط ثلاثه خبرات لسه برضو مش قويه، سيبك من خبرات لعيبه، بس الثلاثه دول كانوا بيلعبوا بقلب ايه. طبعا بقول لك ايه، لما يعني ايه، في لعيبه كتير كانت بتلعب حلوه قوي. بكلمك على خبرات اداريه، خبرات تدريبيه، خبرات ان انا اكلم رامي اقول له النهارده في كذا وكذا وكذا وكذا، هيبص لي هيسمعني. اكبر منه ب 20 30 سنه. ماشي، يعني انا مش بقلل منهم، بس هو ده دورهم يا كابتن. كان الكابتن جوهري بيحط لنا شريط. طبعا الاغاني الوطنيه في التصفيات من 88 ل 90، كنت بيفتح الاوتوبيس تنزل عايز تخبط في الحيطه. ايوه صح. كان الشيخ ربيع يقول له طب نشغل القران الاول، يقول له ماشي، يشغل القران خمس دقائق والله، وبعد كده يروح حاطط الاغاني الوطنيه. ده كان بيدينا دروس في الوطنيه في تحيه العلم بقى دي. فلازم المنتخب ده برضو الرفاهيه عندهم، في رفاهيه، فلما يروح حتت تعبانه قوي 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 والدنيا
عارف زي ما رامي قال لك الروح مهمه طبعا. ده دور الناس الموجوده وحته الرفاهيه دي. عشان كده احنا لما كنا بنكسب ايام الكابتن حسن وايام الكابتن جوهري كانت الدروجبا كان بيجي ما كانش بيأدي، صامويل ايتو كان بيجي كان وائل الجمعه بياكله. الناس دي كانت ما فيش رفاهيه بره وبيجوا كده على القد ويمشوا، فاحنا هنتعدي منهم. النهارده انا عجبني صلاح بيعافر وبيتكلم مع ده وبيتكلم مع ده، النني حجازي، انا عايز كله كده. ده اللي هيفرق معانا بلا مدرب بلا بتاع. بكلمك بجد، هو كابتن محمد في فرقه بتكسب من غير مدرب؟ بروح كريم انا نمره واحد في الكوره. طب خلاص يبقى بتخسر من غير مدرب. نمره واحد في الكوره. ايوه والله. هو المدرب بيعمل ايه في الدنيا؟ المدرب المدرب يا بيحط تشكيل غلط يغرقك، يا بيحط تشكيل صح واللعيبه تبقى فايقه تلعب. انت حطيت تشكيل غلط واللعيبه بقى جوه الملعب كانوا رجاله وبيكسروا الدنيا، هم كسبوا. يقول لك المدرب كويس. ماشي. احنا شايفين المدرب ايه، الناس اللي بره شايفاه ايه. ما هو كوبر كان في ناس معترضه وناس كويسه تقول لا شغال. المره دي المية بيقولوا كروش ما عندوش فكره. كابتن انت في بطوله القارات مع كابتن حسن انت بتلعب منتخب ايطاليا كسبان واحد بهدف حمص و90 دقيقه منتخب ايطاليا بيلعب الحضري لوحده بس ليه؟ كان في ايه؟ قلب في روح. منتخب برازيل احنا كنا نحلم ان احنا البرازيل يبقى 4 3 وتكسب ايطاليا والكلام ده، كان في روح، تحس كده ان انت بتتفرج على ناس رجاله ناس وحوش. دي انا مش حاسسها بامانه ربنا، يعني دي انا مش حاسسها. انت منتخب مصر كبير، انا مش هروح اكسب ليبيا ابقى فرحان ولا اكسب غينيا بيساو ابقى فرحان ولا اكسب السودان ابقى فرحان. لا، انت في نيجيريا في كاميرون فاكر كنا بنفرمهم دول طبعا بالاربعات، الكاميرون اربعه ونيجيريا اربعه لا طبعا مع كابتن جوهر، يعني كابتن جوهر عظيم. انا هقول حاجه بصراحه بقى، قول اشارككم بقى، قول يعني. قول انت معبد. هو احنا بقى لنا 12 سنه ما عندناش الروح دي، يعني من 2010 الروح دي مش موجوده اصلا. جدع كابتن، يعني مع كامل الاحترام هي قصه مش بقى كروش ولا الجيل ده، يعني اول المجموعه دي احنا فعلا بقى لنا 12 سنه. انت حاسسها؟ احنا كل ما نخش بطوله فين يا جماعه بتلعبوا بقلب شويه، ساعه لما الاحتراف اتفتح شويه. هو الاحتراف مفتوح من لا 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 لا، على ايامنا كان مجدي عبد الغني بس وبعدين دخل معاه مجدي طلبة وبعد كده هاني رمزي. على ايام فرقه الكابتن حسن مفيش حد غير ميدو وكانت ساعات يلعب. دلوقتي انت الراجل بيعتمد على المحترفين بس. فين القلب؟ فين العيال اللي بتاكل الجير؟ بكلمك بجد. معلش مرموش بقى قال لك شتوتجارت، انت تلعب في شتوتجارت، اي لعيب في الدوري المصري يلعب في اي حته. كابتن النني ما بيلعبش في الارسنال، هو صلاح الله اكبر عليه ربنا يحرسه، الباقي كله شبه بعض. بكلمك بجد والله العظيم. احمد رفعت ده يلعب في اي حته بره، سهل ولا صعب يا رام؟ لا طبعا سهل، لعيب كويس جدا جدا جدا. والله لعيب كويس طبعا. ده الواد سعيد قاعد بيتفرج علينا دلوقتي يلعب، كان يلعب زمان. حبيبك سعيد. حبيبي سعيد ربنا يكرمك. طيب بكلمك بجد، هي يعني مشكله لعيبه يعني مش كروش؟ لا 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 لا، 80% او 70% والله كروش. النهارده اللعيبه بتلعب والله بدماغها هي. الاداء مش وحش، هو دماغه هو عايز يتذاكى. ايوه فاكر ان احنا مش فاهمين. لا انت من البطوله العربيه وانت مفهوم. اربعه اللي ورا انت مثبتهم. مفيش خلاف عليهم. نص الملعب برضه مثبت التين، هيجي النني هيلعب. والثلاثه قدام اللي هم في دماغك المحترفين اللي هم هيجي يلعبوا، هتجيب بقى احمد رفعت، هجيب حسين فيصل، هجيب مش عارف مين. لا هو فاكرنا ان احنا مش فاهمين حاجه. شارع فيصل حتى هتلعبه. هو فاكر ان احنا مش فاهمين. لكن انت مثبت كل حاجه وعارف كل حاجه. فاكر يا كريم لما قلت لك كده؟ قلت لك الراجل جاي فاكر ان احنا ما بنفهمش كوره. فاكر والله قلت لك هو مسك ايران 6 سنين لان ايران مش فاضيه للكوره يا رامي. بكلمك بجد، يعني اعمل اللي تعمله. وصل كاس عالم بس اسيا مش زي افريقيا. النهارده كان في مشجع مسافر مع الجماهير يحضروا. كاتب مين المدرب يا كابتن؟ كاتب حسام حسن. لا غلط. انا عايز حسام حسن يمسك وابراهيم يبقى مدير الكره. مدير المنتخب. ابراهيم خبره وكبير. جيل 90 حد لازم يشارك شويه يا جماعه. مستبعدين جيل 90 خالص مع ان الجيل ده حق. انا حاسس ان جيل كابتن حسن هو اللي لعب كوره بس. كابتن في كوادر في مصر. في كوادر كبيره وفي اسامي كبيره وفي مدربين كويسين جدا. انا حاسس الفتره اللي فاتت ان الجيل بتاع كابتن حسن هو اللي لعب كوره بس. بس هل ده وقت الكلام عن تغيير جهاز فني؟ عادي. اصل احنا بقى لنا 10 سنين عمالين نجيب ده ولا اصل دوت ونجيب اجيري ونمشي اجيري ومش عايزين ارض صلب. اقول لك
تبتدي من تحت. ما يجيش اتحاد كوره يبقى حد تحته سايد حد، دي نمره واحد. نمره اتنين، اللي يبقى يجي يفشل في اتحاد الكوره ما يخشش تاني. اللي يجي يبيعنا للناس كده ما يجيش تاني. الجامعات العموميه بتاعت الانديه دي يا كابتن كريم تهدى شويه علينا. اللي احنا بنقول لهم يلا رشحوا ده ورشحوا ده، نفسي حد في اتحاد كوره جامد بقى. نفسي حد يجي يقول للمدرب انت بتعمل غلط، للعيب انت غلط. انت فكرك ان انا مبسوط ان مصطفى محمد يشتم حسام البدري وكذا ويعمل له كذا في مصر ويجابوه يلعب تاني؟ دي وصمه عار علينا. انت لو هتكسبني كاس العالم تعمل كده مع مدرب مصري، طب يقدر يعمل كده مع كروش؟ ما هو اتحاد الكوره هنا، انت كده اخطات، تعالى تعالى تتفرم. انت فكرك ان المنتخب لو اخفق ما يخصموش منهم فلوس؟ يخصموا من مين؟ من اللعيبه. هو مش عيب، ويخصموا من المدرب كمان. والله العظيم ويوقفوه كمان. بص والله العظيم لو في ايد قويه، لاعب ولا مدرب؟ لا 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 طبعا كابتن، احنا خدنا 3 كاس عالم عسكري. ليه؟ رحنا لعبنا في رواندا كان في حرب اهليه، استهترنا وخرجنا الله يرحمه، ما اعرفش ينفع اقول الكلام ده، مشير طنطاوي والله يا رامي من مطار على وحدتك 45 يوم تلبس افارول وتتعلم العسكريه صح. خدنا 3 كاس عالم يا كريم عشان انضباط، عشان الدغري. انا عايز حد في اتحاد الكوره قوي يحاسب لعيب يحاسب مدرب، احنا مالناش كبير. بالمناسبه دي برضو الكابتن عجيب بيتكلم في نقطه برضو، احنا برضو كاس عالم كان هنا 2001 منتخب عسكري كنت موجود فيها، اللي احنا خدناها اللي كانت في مصر برضو. ونزل لنا سيادة المشير ما بين الشوطين في الاوضه والله بجد كرئيس الجمهوريه موجود دي. والله قال لنا كلمتين كده، قال لنا الاداء مش عاجبنا والله العظيم زي ما بقول لك، والنعمه دي بصراحه وضوح يعني. انا بس انا اجيب عربيه شرطه عسكريه تخش بظهرها اوضه اللبس والله العظيم زي ما كان، انا ولا يفرق معايا لعيب لي اسم ولا لعيب كبير بس ولا اهم حاجه وحدتك. اهم حاجه بص، اصل هي الفكره في ايه؟ انه اهم حاجه كلنا بحكم الوطنيه نفسنا اللعيبه كلها يبقى عندها روح، وكلهم يبقى عندهم رجاله، وكلهم يأدوا بالشكل اللي يرضينا احنا كجماهير ونحس. لا هي الفكره اللي يخاف عليك محمد. اللي يخاف عليك اللي منك يعني كلنا يعني هو ده اللي هيخاف عليك. كلنا عايزين نلعب يعني عارف انت لما بتشوف اللعيب في الملعب عنده روح ولا قدر الله خسرنا بنقول له برافو عليك، بنقول خلاص برافو عليك هو عمل اللي عليه. انا النهارده بقول لك الاداء مش حلو بس انا مبسوط من اني مش بتكلم مع اللعيبه من صلاح من حجازي والناس دي، او اي لعيب بيكسر الدنيا وبياخد بطوله احنا ما بنقصرش معاه، او الشعب المصري يعني ما بنقصرش معاه. بنجري ونزمر بالعربيات ونشيله ونقول الحكايه والروايه صح؟ صح. فلما يخفق لازم نقول له خد بالك ما يزعلش. لا صحيح. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع مع الكابتن محمد عبد الجليل والكابتن رامي سعيد بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني منورني الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل وكابتن رامي سعيد. كابتن محمد تيجي نروح لكاس الرابطه؟ اتفرجت عليه والله حلو. ايه رايك في الماتش؟ ايه رايك في فكره الماتشات اصلا في فتره التوقف دي؟ احنا كنا دايما ايه نلعب ماتش للمنتخب في البطوله وبعد كده نقعد زهقانين شويه عايزين كوره في مصر. دلوقتي عندنا شويه ماتشات زي ما قلت لك كان سنه 90 عملوا كاس الاتحاد حاجه زيها كده مجموعتين والاهلي خدها برده. كاس الرابطة انا اتفرجت على كذا ماتش تحفه. اولا الفرقه الكبيره بتجهز اللعيبه السكند التانيين يعني ممكن الاهلي والزمالك ما ياخدوش البطوله دي مفيش مشاكل وبيراميدز كذا. عجبني المقصه فرمت المصري صح فرمت المصري نتيجه كبيره قوي بس انا انبسطت ودي هتدي ثقه للعيبه بعد كده. اتفرجت على سيراميكا وفاركو سبتهم 3-2 خلص كام؟ احسن ماتش خلص 4-2 لا والله سيراميكا مغلوبه 2. فالماتشات دي حلوه يا كابتن للتجهيز اللعيبه اللي داخلين في شهر يناير يلعبوا مع الفرق دي. والله في ماتشات كتير بتفرج عليها، واتفرجت على الزمالك وانبي عجبني فرقه انبي برده. فالفرق دي هتجهز للدوري صحيح. الاهلي بيحط مجموعه من الشباب الزمالك كذلك. كلامك على شباب النادي الاهلي في المباراه اللي لعبها النادي الاهلي كان اداؤه جيد قدام الجونه ولا اه
لا هو النادي الاهلي في المباراه دي كان يعني هو بيجرب انت فاهم يعني بيجرب ناس كتير قوي جديد ناس ناشئين لكن طبعا النادي الاهلي هو معروف في العمده بتاعته يعني لكن هي تجربه وفتره كويسه للانديه اللي هي بالذات الكبيره زي الاهلي والزمالك ان هو يقدروا اللعيبه دي برضو يسوقوهم ممكن يطلعوا عروض النادي يستفاد منهم ماديا فانا شايف ان هي بطوله في وقتها بطوله كويسه وبطوله في فتره التوقف دي وانا شايف والله الماتشات قويه جدا يمكن أنا شفت ماتشات اقوى من الدوري يعني انا من احسن مباريات اتفرجت عليها السنه دي حتى في الدوري مباراه فاركو وسيراميكا يعني الماتش كان جميل وفي جمل وفي تكتيك وفي شغل في الملعب فكانت مباراه شداني جدا فانا شايف ان البطوله دي يعني لغايه دلوقتي ماشيه بخطه ثابته كويسه قوي يعني عايز اسالك على حاجه سالتك عنها كتير قبل كده بس اسالك عليها دلوقتي عشان هي عامله حدث دلوقتي موسيماني هو ليه في خناقه دايما على موسيماني يعني هو راجل كويس ولا مش كويس هو اصلا المفروض الناس تقول عليه كويس ولا المفروض تقول عليه مش كويس طب اللي بيقول عليه مش كويس ده عيب كده ان هو يقول عليه مش كويس ولا هو كويس في المطلق واعظم مدرب في العالم ولا هو لا مش اعظم مدرب في العالم ولا هو مدرب كويس على قد اللي عمله موسيماني دايما حاله يعني حالة. دايما الناس تقعد تتناحر على موسيماني النادي الاهلي معروف ان هو مدربين المان انجليز برضو حته واحد من افريقيا جاي دي مهما عمل بتلاقي لو اخفق في شوط يقول لك ده لا 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 مش قد كفاءه النادي الاهلي مع ان الراجل محقق كل البطولات او معظم البطولات اللي دخلها وحاله جدل شويه وساعات بيدي تصريحات يعني هو زعل وده حقه ان هو خرج من تصنيف احسن ثلاث مدربين في العالم مش قوي كده عم موسيماني يعني ماشي انت مدرب من احسن مدربين في افريقيا انما العالم لما نقول توخيل نقول جارديولا نقول بوتشيتشينو كتير 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 لا ما يعني ما تزعلش قوي مش عايزك تزعل قوي ولكن هو مدرب على قد البطولات اللي خدها على قد الحاجات اللي لا مدرب كويس مش وحش انت فاهمني بس هو دايما جمهور النادي الاهلي عايز دايما ايه عايز ايه ده بقول لك عايز واحد اللي هو ايه المانيا انجلترا واحد قوي يعني انت فاهمني انا شايف ان هو حقق 75% من اللي دخله يعني دخل 100% خد 75% وده حاجه كويسه مش وحشه يعني ترفض انتقاد موسيماني لا انتقاد فني لا ما ينتقد فني ده اعظم ناس في العالم ورينه ونقدوه انما نقد شخصي لا احنا مش بلد عنصري لا ما حدش انتقده شخصي بس هو كله فني. تصريحاته ممكن انقده لعبه طريقه تفكيره تصريحاته ساعات يعني سمعت ان لغايه دلوقتي النادي الاهلي لسه ما جددلوش حتى الان هو مش هيجدد له خلاص هو اخر السنه ايه اخر السنه خلاص مش هيجددوا له هي الاهلي مش هيجدد لموسيماني دي معلومه ولا توقع ايه معلومه ولا توقع لا مش معلومه يعني انا جبت لك المعلومه بتاعه المنتخب دي صرف. لكن دلوقتي بتتوقع انه الاهلي لن يجدد لموسيماني بابن النادي الاهلي انا فعارف النادي الاهلي لما يطول في حاجه دي حصلت معايا لو طول في حاجه مش هي ايه اللي يخلي الاهلي ما يجددش لموسيماني يا كابتن رامي هو موسيماني برضو يعني في اوقات الواحد يفهمه وساعات ما يفهموش لكن اللي بيخليك تضعف قدامه او يبقى الكلام عليه قليل بطولاته هو واخد بطولات والنادي الاهلي انت عارف اي بطوله حتى لو بطوله وديه وما خدهاش دي بتبقى كارثه يعني كابتن عبد الجليل اكتر واحد عارف يعني كابتن النادي الاهلي يعني ف موسيماني البطولات فارقه معاه لكن اللي انا شايفه لغايه دلوقتي ان هو ممكن ان انا سامع ان طبعا مراته ان هي اوكيت اعماله ان جايبه له عروض في امارات هو بيدرسها برضو مدرب محترف لكن البطولات تغفر له ان طبعا النادي الاهلي لازم يكلمه معاه في تجديد في بيقدم مباريات على اعلى مستوى وساعات مباريات يبقى هو ما عندوش وسط لا كويس او لا وحش دي مشكلته لكن ببطولاته طبعا انا شايف النادي الاهلي لازم يجدد معاه ببطولاته طبعا خناقه هو بقاله سنتين صح سنتين دخل على سنتين كفايه مش هيدي زي اللي ادى ايه اللي يخليه مش هيدي دايما انا بحب يعني مدربين في اوروبا بيقعدوا بالسبعه والثمانيه والتسعه والعشر سنين بيدوا عادي في اوروبا كابتن هناك والدول متقدمه زي ما بيقولوا لا انت عقليه اللعيب الاوروبي غير احنا هنا يعني مشكله اللاعب ولا المدرب
الاثنين. انت هنا بتتاقلم شويه واللعيب لو خد على المدرب خلاص وخد فيه وبتاع. في لعيبه كتيره في النادي الاهلي مش عاجبها اسلوب، يعني مش عاجبها الموسيماني، ولعيبه بتلعب اساسيين وفي لعيبه ما بتلعبش خالص. سيبك من موضوع كهربا، ان كهربا كان الراجل اكتر واحد اداله يعني كهربا في اول الموسم كان اكتر واحد. مين اللي مشى كهربا من الاهلي؟ هو موسيماني. لا كهربا، كهربا كهربا اللي مشى نفسه. عدم التزامه، عدم جديته. انت لعيب كويس وعندك امكانيات، بس انت مقصر في حق نفسك زي صلاح جمعه. لكن انت اللي مشيت نفسك، النادي الاهلي عايز يساعدك. صبروا عليه كتير صراحه، صبروا عليه كتير. اه والله صح، يعني انا صبرت عليه كتير قوي. والنادي الاهلي عايز اقول لك هو بيصبر على حد، يعني ما بيصبرش على حد مستحيل. احنا كلنا يعني لعبنا في النادي الاهلي وعارفين النادي الاهلي تفكير ايه فيه، ما بيصبرش. احنا في يوم وليله صحينا الصبح قال لك رامي سعيد وابراهيم سعيد واحمد صلاح حسني وجوده معروضين للبيع في ثانيه. في ثانيه، يعني احنا جايين النادي تمرين. فالنادي الاهلي ما بيصبرش على حد، صبر عليك كتير قوي. وانت مش عايز، والناس عايزه تساعدك باي طريقه. واللي كنت بسمعه يعني النادي الاهلي كان مغطي عليه بلاوي. عارف ليه يا رامي؟ اتفضل يا كابتن. عارف ليه؟ عشان هو لعيب كويس، دي حاجه كانوا عايزين يقوموه خلوه يبقى. وحاجه تانية ان هم جايبينه من الزمالك داخله برضو في دور كبرياء شويه. دي حاجه النادي الاهلي ما كانش عمره كده خالص. ما ده اللي انا مستغرب عليه. كابتن محمد شرفت ونورت حبيبك كالعاده، يعني ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا. كابتن رامي سعيد نورتني حقيقي النهارده. انا مبسوط بوجودي معاك كريم، ومبسوط ان كابتن محمد عبد الجليل النهارده معانا. انا بحبه جدا، صحبه حلوه ليا يعني. اشكرك كابتن رامي، اشكرك. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. مليون مبروك لمنتخبنا الفوز على غينيا بيساو. لسه مستنيين كتير وكرة احسن كتير، بس المهم ان احنا خدنا 3 نقط النهارده. الاهم ان احنا نحاول نحسن من المستوى في المباريات اللي جايه لحد ما نوصل للفاينل ونكسب البطوله ان شاء الله. تفاؤل، تفاؤل بين قوسين تفاؤل. انا عارف ان انتوا وانتوا بتسمعوا كلمتين تقول لا مستحيل نوصل نهائي ايه، بس خلونا نتفائل ماتش بعد ماتش، ممكن الامور تتحسن ان شاء الله. اشوفكم يا رب على الف خير.